أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. النهاردة أحد المولود أعمى، في بعض الأحيان بيطلق عليه أحد التناصير، وهو الأحد الذي يسبق أحد الشعانين، أحد الزعف يعني. كل سنة وحضراتكم طيبين. الصوم قرب على الانتهاء، الجمعة اللي جاية هيبقى جمعة ختام الصوم، ودي حاجة يعني الصوم كده عدى هوا. ربنا يبارك في حياتكم كلكم، وإن شاء الله عيد القيامة يهل بعد أسبوع الألام ونفرح جميعا. لكن حتى الآن احنا لسه في الصوم المقدس. أحد المولود أعمى، والمولود أعمى يعني مش مولود وكان فيه عيب في العين، شبكية ولا قرنية ولا عدسة ولا مية بيضة ولا مية زرقاء، لا ده ما كانش في عين خالص. يعني مكان العين كان تجويف مطمس، حتى ما كانش فيه لا رموش ولا حواجب ولا حاجة أبدا، حاجة كده مقفولة. لأن كان فيه شفاء عمي قبل كده، اللي كان عندهم حالات مرضية من العمي، لكن هذه المعجزة معجزة خلق. حتى السيد المسيح لما جاب طين وعجنه باللعاب بتاعه ودهن بيه عيني الأعمى، كان تمثيل لعملية الخلق الأولانية قوي، زي الكتاب المقدس بيقول إن الرب جبل ترابا من الأرض وصنع طينا وصنع آدم من هذا الطين. فنفس الطينة دي بنفس هذه اليد الخالقة اللي خلقت آدم هي اللي خلقت عيني المولود أعمى. وطبعا الدروس الروحية المستفادة من هذه المعجزة ان ليه ربنا عملها. حتى تلاميذ سألوا، قالوا له هذا أخطأ أم أبوي، يعني كل واحد يقول له أجرة الخطية هي موت، والموت دخل به الخطية، فالمرض منتشر في العالم كله بسبب الخطية وبسبب ان آدم عصى الله وأكل من الشجرة ولم يسمع الوصية. طيب يعني ايه ان اجره الخطيه؟ الادانه، الناس بتدين الناس، يعني الناس يعني بقت هي بتحكم على الناس. يعني حتى لما وجه السؤال للسيد المسيح هذا اخطا ام ابويه، اما الكل مخطئ، ما الكتاب المقدس بيقول الكل مخطئ، الكل اعوزه مجد الله. يعني سؤال لا محل له من الاعراب الا الادانه. الناس عايزه تدين نفس الناس، يعني ان يكون هي السلطة، الناس على الناس بالسلطة، والإدانة دي نوع من أنواع التسلط على الناس. المتقي الله في كل العصور معروف هو بيتقي الله إزاي. يعني كان شخص أبونا إبراهيم كان متواضع جدا حتى مع الجيران بتوعه، وكان بيعملهم في منتهى الاحترام، وكان في حاجات كتيرة قوي لازم نتعلم منها من هذه الآيات المقدسة، يعني اللي بتقول ان حتى السؤال نفسه محله صعب. أهذا أخطأ أم أبويه؟ قال له يعني كل واحد مريض يبقى هو مخطئ من الخطية. الخطية عملت في البشرية ككل، لكن ممكن يبقى إنسان مريض لكن مش هو مش مخطئ. عشان كده المسيح قال إيه؟ لهذا أخطأ ولا إيه؟ ولا أبواه، بل لكي يظهر مجد الله. يعني الإدانة دي مش بتاعتكم، وعلى الموعظة على الجبل لا تدينوا لكي لا تدان، لأنكم بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. كل سنة وحضراتكم طيبين. خطية الإدانة خطية لسان، خطية حوار، خطية حكايات. الكل أخطأ وعوزوا مجد الله، ولكن حياة التوبة هي المشروعة. طبعا يعني الخطية ممكن تبقى مختلفة، هي الخطية كلها موجهة ضد الله، لكن في خطايا ضد المجتمع والمجتمع يعاقب عليها، زي السرقات، وإذا كان فعل فاضح ولا إذا كان كسر القانون أو حتى إشارات المرور، دي كلها أخطاء يعاقب عليها القانون، وأيضا هي تعتبر من الأخطاء. الخطية الموجهة ضد القانون، القانون هو أقل حاجة ممكن ما تنشئ أخلاقا وقيما مجتمعية. فاللي بيتعدى القانون هو بيتعدى القانون المجتمعي الأول ضد الله، وبعدين المجتمع معا. المخطئ دايما مخطئ، فالخطية خاطئة جدا. خطية الإدانة خطية سهلة
سهله جدا ان اي حد يقع فيها. اسهل حاجه وقع فيها تلاميذ السيد المسيح، اقرب ناس اليه، لما قالوا له هذا خطا ام ابوي، لكن قال تظهر قوه الله فيه. ولما ظهر المولود اعمى والمعجزه لم يتقبلها الفريسيون والكتبه اللي هم واخدين بالحرف، عمل ايه المولود اعمى؟ قال لهم انا ما اعرفش أنا هو خاطئ، ان هو يعني هو خاطئ وازاي يشفي خاطئ، او هو مضل ازاي يعني، اذا كنت انا كده هو عمل فيا كده. قال لهم انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، انني كنت اعمى والان ابصر. فطردوه لان الكلمه كانت قويه. يعني انتوا سايبين الحاجه اللي الناس شايفينها قويه جدا وبتدوروا بالحرف، هو عمل ده بالناموس ولا من غير الناموس؟ عمله في يوم سبت ولا مش في يوم سبت؟ اوصى تلاميذه ياكلوا في الحقل بعد غسيل ايديه ولا لا؟ يعني الحاجات اللي هي القبور المبيضه من الخارج، ولكن من الداخل نتانه وعظام منحله. المظهر، المنظر، ربنا مش عايز كده. يقول لك يا ابني اعطني قلبك ولتبصر عيناك طرقي. الإدانة سهلة، اوعى تقع فيها، اوعى تدين احد. ممكن انك انت تصلح سياسات بالمحبة من غير ما تذكر اشخاص معينة. ممكن تصلح حاجات تانية يعني تكون في المجتمع، لو انت في الخدمة او ربنا ادالك نعمة الخدمة بتصلحها من غير إدانة. ممكن تقولها على الملأ للعامة، لكن لا تدين شخص بعينه، لأن معروف اخرج الخشبة التي في عينك لكي تبصر جيدا أن تخرج القزية التي في عين أخيك، ملهاش حل يعني. سيد المسيح أوصانا ألا ندين أحد، ألا ننصب نفسنا آلهة للآخرين. من جعلك إلها وقاضيا؟ لا أحد، لا أحد. ومن سير القديسين طبعا في بستان الرهبان وغيره ان اغلب القديسين كانوا بيبكوا لما يجوا يشهدوا على واحد انه اخطا وعايزين يطردوه من دير ولا حاجه، كانت بتبقى صعبه جدا على قلب القديسين. ومنهم القديس العظيم الانبا موسى الاسود لما حمل شوال رمل وقال لهم انا بجر الشوال ده حامل على كتفي الخطايا وعمال اجرجر فيها وجاي ادين اخويا، خليني في نفسي. فاحد المولود اعمى نتعلم منه جميعا، ما تخليش لسانك يبقى فالت بخطية الإدانة خالص لأي حد. والسيد المسيح بيذكرنا بيه طبعا، يعني إثبات لاهوت المسيح واضح في هذه المعجزة لأنه خلق، لأنها معجزة خلق، خلق عينين للمولود أعمى. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يبارك فيكم ويجعل أيامكم كلها أيام صلاة وصوم مقدس وأعياد وفرحة بالمسيح يسوع إلهنا ومخلصنا في كنيستنا المحبوبة الأرثوذكسية القبطية اللي بنعتز بيها دايما. أول خبر وأسعد الملايين من مصر، ويعني الناس كانت بتتفرج وبحضر شديد ولآخر لحظة بكتم الأنفاس، لأن لو الهلال كان جاب جون في البداية كانت تبقى مهمة الأهلي صعبة جدا. فالأهلي يطيح بالهلال السوداني بثلاثة أهداف، ثلاث أهداف كانوا جبارين، ثلاث أهداف بحضور مكثف للجماهير العريضة المصرية لتشجيع الأهلي كانوا بمثابة رضا. تنفسوا إن في حاجة بتحصل في الرياضة، أهو بنحاول إن احنا نلتحق بالثمانية الكبار في أفريقيا وإن شاء الله نوصل للمرحلة النهائية. 3-0 كهربا حط الجون الأولاني في الدقيقة 25، وهي كانت بمهارة فردية تماما من كرة مرفوعة، يعني هو جابها بطريقة فكرنا بالعمالقة زمان، إنه يجيب الكرة برجله ويعدل جسمه وبعدين يشوط على المرمى في أقل من ثانية بالقرار. دي موهبة، فكهربا موهوب بطبعه
وربنا وفقه في هذه الكرة لإسعاد الجماهير. ولكن ظلت الأنفاس مكتومة، لأن الهلال جاله 4-5 فرص كان ممكن لو سجل منهم واحدة بس كان صعب مهمة الأهلي، لكن ربنا ستر وإن الأهلي عدى بثلاث أهداف. نشكر ربنا على هذا الانتصار. كل الجماهير اللي بتشجع الأهلي وبتشجع مصر وعايزة الأهلي يبقى منافس، لأن هي علم مصر بيرفع في هذه المباريات الدولية حتى في الأفريقية، وبيبقى فرحة لمصر كلها. مبروك للنادي الأهلي. ونقرأ الخبر من اليوم السابع، الأهلي يطيح بالهلال السوداني من دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات. الخبر بتاريخ يوم الحد النهاردة 2 أبريل، واللي كتبه عمر أنور: أطاح النادي الأهلي بفريق الهلال السوداني من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال. ونجح الأهلي في الإطاحة بالهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا المرة الثالثة آخر 4 نسخ في البطولة، وفي الجولة السادسة أيضا، حيث تأهل الأهلي على حساب الهلال في نسخة 2022 و23، يعني 2022 و23 ثلاث مرات، بعدما تشابهت الثلاث نسخ بنفس السيناريو، بعدما تأهلت كل الأندية وتبقت بطاقة واحدة فقط بين الأهلي والهلال، وتكون من نصيب الأهلي دي لثالث مرة. وصعد فريق الأهلي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزا كبيرا على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال. سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25 والشحات حسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 من المباراة، وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة بعد صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق وتأهل عن المجموعة ذاتها. قدم الأهلي عرضا جيدا منذ بداية اللقاء ونجح في حجب هلال السودان وتأهل على حسابه للربع النهائي. البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 10 مرات، وأدار اللقاء طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بو وعاونه مواطناه حمدين ديبا وإبراهيم سالم بجانب موسى ديو الحكم الرابع. الحقيقة كان الحكم موفق جدا، وأنا استغربت أنه من موريتانيا، لكن أهو في موريتانيا، يعني أعتقد أن في طبقية في موريتانيا، ودي من الحاجات اللي هي اللي دارس يعني سياسة وحاجات كده. موريتانيا شعب يعني بسيط جدا، لكن أن يطلع حكم بهذه المهارة وهذا الثقل وهذه الدراسة، أكيد يعني من الطبقة الأرستقراطية هناك. المهم أنه حكم موفق وما ظلمش حد، وكانت الإنذارات بتاعته موفقة للعب الخشن، وفعلا حجب العنف عن اللعيبة وحمل مباراة وأدارها بطريقة سليمة جدا. والانتصار الأهلي بنقول مبروك للنادي الأهلي، مبروك لكل الجماهير العريضة للنادي الأهلي، وبنقول مبروك لمصر لأن الأهلي بيمثل مصر في هذه الدورة. وشكرا لعيبة الأهلي كلهم، فعلا يعني كانوا على مستوى راقي جدا وأسعدوا الجماهير اللي زحفت بالآلاف، من 60 ل 70 ألف حضروا المباراة، ودي يعني كانت من الحاجات الجميلة اللي يعني تمتع بها جمهور الكرة في مصر. ومن النادي الأهلي إلى البنك الأهلي، وإصدار شهادات ب 19% أو شهادات متناقصة من 22 و 18 و 16 لمدة 3 سنوات. معانا على التليفون يعني الأستاذ الندوات الشرق الأوسط في الاقتصاد، وأيضا الخبير الاقتصادي والمحلل الاقتصادي الرائع الأستاذ الدكتور رشاد عبده. برحب بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عادل، صباح الفل وأهلا بيك دائما. ربنا يخليك. رفع الفايدة 2%، عايزين نناقش الموضوع ده. هل رفع الفايدة معناه رفع أسعار؟ عايزين نطمن الناس أو نوعيهم أو نقول لهم الحقيقة يعني. اتفضل يا فندم.
من حيث المبدا، هو البنك المركزي كان مضطر يرفع سعر الفايده؟ نعم. هل كان الناس عندها توقعات برفع اسعار الفايده؟ نعم. هل المعدل ده كان كافي؟ لا، الناس كانت متوقعه اكبر من كده. ليه؟ لثلاث اسباب. نمره واحد، ان البنك المركزي اعلن من اقل من شهر ان التضخم في مصر وصل فوق ال 40%، 40.3%. وانا وانت وكتير من الناس اللي بيتابعوك عارفين ان لازم في علاقه وثيقه بين سعر الفايده ومعدل التضخم، لازم سعر الفايده يكون اكبر. عشان كده كانت الناس متفائله ان هيبقى سعر الفايده مرتفع اكتر من 2%، ولذلك هو عمليا هيزيد اكتر من 2% او زاد اكتر من 2%، بدليل حضرتك لسه بتقول الشهادات في واحده متناقصه وواحده ثابته، في واحده 22%. طب 22% كانت كام؟ كانت 16. كانت الثانويه كانت 18 والعاديه والثلاثين كانت 16. فما تزيد من 16 الى 22 ما زادتش 2%، زادت اكتر من 2%. تمام. ارجع تاني واقول يبقى السبب الاولاني كان مساله ان معدل التضخم ارتفع كتير، وكان لابد ان احنا نحاول نمتص ونخفض هذا المعدل بان احنا نسحب السيوله اللي موجوده في السوق. اسحب السيوله اللي موجوده في السوق ازاي؟ ارفع سعر الفايده، الناس تحط فلوسها في البنك، ما يبقاش فيه سيوله كتير في السوق، ما يبقاش فيه طلب كبير على المنتجات والسلع، وبالتالي ما دام ما فيش طلب كبير السعر ينزل والتضخم ينزل. هذه واحده. نمره اثنين اللي حضرتك قلتها من شويه، ان كانت ناس في مارس اللي فات عملت وديعة سنويه ب 18%، يبقى انا لازم اديله على الاقل 18 او اكتر من 18. ليه؟ لانه ما عملتش كده الناس هتسحب فلوسها وتحطها في السوق، فالسيوله تزيد، الطلب على المنتجات تزيد، التضخم يزيد، يبقى انا ما عملتش حاجه، انا عايز اخفض التضخم مش ازود التضخم. السبب الثالث الفدرالي الامريكي. الفدرالي الامريكي رغم الازمات ورغم البنوك اللي فلست وكان في توقعات ان الفدرالي ما يرفعش الفايده الاسبوع اللي فات، لكن رفع 0.25%. وبالتالي مع الثلاث حاجات دول البنك المركزي كان لازم يرفع، فاضطر انه يرفع المعدل ده عشان يسحب ويخفض التضخم ويلاقي توظيف لل 18% اللي مقدارها كانت 750 مليار جنيه. وفي نفس الوقت الحاجه الثالثه، الناس لا تدور اموالها، يعني لا تحول مدخراتها الى الدولار الامريكي، خاصه الفائده في الدولار الامريكي دلوقتي بقت 5.25 وداخل على 5. فده كله يخلي الناس ممكن تحول فلوسها الى الدولار الامريكي، خاصه وان عليه طلب كبير وبقى في فجوه بين سعر الدولار في البنك وسعره في السوق السوداء. لكل روشتة يعني الدكتور لما بيصرف دواء بيبقى مضطر ليه سايد افكت، واقل سايد افكت لرفع الفايده حضرتك تقول لنا كخبير اقتصادي ويعني استاذ اقتصاد عظيم، يعني في اكيد سايد افكت لرفع الفايده، ايه هو؟ طبعا ثلاث حاجات برضه. نمره واحد، او اربع حاجات كمان. نمره واحد، ان الناس اللي كانت بتروح للبورصه مش هتروح للبورصه. تمام. ليه؟ انا كنت بروح للبورصه ليه؟ عشان فايده اعلى. طب لما انت البنك النهارده يديني فايده اعلى وما فيهوش لا مخاطره ولا وجع قلب ولا معرفه ولا خبرات ولا 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 ولا، طب متشكرين، ما نحط فلوس في البنك وبالتالي ما احطهاش في البورصه، والبورصه دي اللي بنسميها الاستثمار غير المباشر. تمام. فده كله هيضرب ويأثر على البورصه بشكل كبير. طبعا دي مشكله. الحاجه الثانيه، ان مين اكبر مقترض في الدوله؟ الدوله، الحكومه، الدوله نفسها، الحكومه نفسها. بالظبط. وبالتالي النهارده تكلفه الاقتصاد عشان تسدد عجز الموازنه اللي كان السنة اللي فاتت وصل 520 والسنة داخل على فوق 800 مليار، طب هتجيبهم منين؟ هتصرفهم من البنوك، فهتصرف بالغالي، ولما تصرف بالغالي يبقى عجز الموازنة هيزيد، تبقى الأزمات هتزيد. الحاجة التالتة، طيب النهاردة نقطة برضه مهمة، هل البنوك النهاردة هتلاقي دولارات كافية تقدر تلبي احتياجات الشعب المصري من السعر الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج؟ لا، ما دام في فجوه والدولار في السوق السوداء غالي الناس مش هتروح لده، وبالتالي تبقى مشكله كبيره ان البنك المركزي او البنوك مش هتلاقي تمول لا التنميه ولا احتياجات المجتمع من السلع الوسيطه ومستلزمات الانتاج، وفي نفس الوقت مش هتقدر تجيب للشعب المصري اكله وشربه ومتطلباته. فكل الكلام ده بيقول في مشكله. كمان حاجه رابعه، ان النهارده انت لما عليك مديونيه للخارج، المديونيه دي مثلا وليكن عليك مليار و
الدولار ب 10 جنيه يبقى انت عليك 10 مليار، طب لما يبقى 30 بقت عليك 30 مليار. فمسألة تدبير العملة الأجنبية بالمصري هيبقى مكلف جدا، وبالتالي مديونيتك بتزيد. تمام. طبعا الثلاث أربع اعتبارات دول كلها مشاكل. بالإضافة الحاجة الأخطر بقى بالنسبة للمواطن، إنه ما دام الكلام ده كله في دولار غالي مكلف في السوق السوداء، والبنك مش قادر يلبي احتياجات المستوردين، طب المستورد هيجيب من السوق السوداء بالغالي هل هيخسر؟ لا، فهيستورد بالغالي ويعلى المواطن بالغالي، وبالتالي المواطن يعاني لأنه هيلاقي الأسعار ارتفعت عليه جدا، ومش قادر يجيب احتياجاته اللي كان بيجيبها فترات سابقة بنفس المبالغ اللي بيقبضها، خاصة أن عدد كبير من الناس موظفين سواء حتى في قطاع خاص أو قطاع عام أو دولة أو حكومة، وبالتالي دخله هنا بيتناقص، وبالتالي قدرته على أنه يقدر يجيب نفس السلع والخدمات بيقل، وبالتالي معاناته بتزيد، ودي مشكلة الأكبر بالنسبة للمواطن. سايد افكت الثالث اللي حضرتك اتكلمت عنه وهو الدولار وتسعير الدولار، ليه البنك المركزي ما يسرعش تسعير الدولار قريب من السوق السوداء، بحيث ان هو يبقى فيه تحويلات كمان من المصريين بالخارج هيلاقوا راحه ان هو يحول بالبنك من الاصل بدل ما يودي الفلوس دي كلها او الدولارات دي كلها تتجه الى السوق السوداء؟ لسبب صغير، انه في عنده مشكله كبيره ان الطلب على الدولار بالنسبة له عالي جدا جدا جدا، وما عندوش المقدرة يغطي كل الكلام ده كله، فالناس في ظل انه في الجمارك في سرعة مش قادر يخرجها من الجمارك لانه ما عندوش دولارات، زي ما قلت لك مستلزمات الانتاج مش قادر يدري الناس يجي يوصل الناس العملة، فكل الكلام ده بيخلي فيه فجوة بين الدولار في البنك وبين الدولار في السوق السوداء، فالناس لما تلاقي فيه فجوة وسعر مختلف هيبتدي يحط فلوسهم في السوق السوداء. تقول لي طب ما انا ارفع، هقول لك كل ما انت ترفع وفي عجز هيبقى فيه الفجوه برضه موجوده، لو خليته ب 40 وب 50 ومش قادر تلبي كل احتياجات الناس هيبقى في السوق السوداء ب 55 وب 60، فالناس برضه هتروح للسوق السوداء. فهي دي المعضله اللي مكتفاه، انه لو يعرف انه هيرفع الى 5 10 جنيه ممكن، وده متوقع جدا، ان الفتره الجايه في وسيلتين او في فكرين مطروحين في داخل البنك، اداره البنك المركزي، نرفع كمان 10% للدولار يعني نخفض قيمه الجنيه 10% كمان، ولا نرفع كل يوم قرشين 3 قروش بحيث انه في الثلاث اربع اشهر دول يزيد له 5 6 قروش 5 6 جنيهات. فهي دي المساله، في ده كله بيقول التخوف من ان كل ما برفع جوه البنك السوق السوداء كمان بتترفع، لانه ما انتش قادر تلبي كل احتياجات المستوردين ومستلزمات الانتاج و فطالما انت مش قادر تلبي احتياجاته هيروح للسوق السوداء اللي تقدر تلبي له احتياجاته حتى لو كانت اكتر، لانه في الاخر مش هيخسر، هيحمل الفلوس كلها على المواطن الغلبان اللي هيحس بمزيد من المعاناه. طب ان هما افيد للبنك انه كان ممكن يعني في 60 يوم اللي هو يناير وفبراير، احنا قربنا على مارس اكتر من 60 يوم، لو كان تم الرفع 5 قروش او 10 قروش للدولار كل يوم كان وصلنا للجاب اللي بين السوق السوداء والبنوك، ليه ما خدوش الحل ده؟ ايه هو ده فعلا كان مطبق الفتره اللي فاتت، ولذلك انت النهارده احنا بقينا في ابريل يا دكتور بقينا في مارس، فالفتره دي كلها هو بيرفع فعلا، بدليل انه جوه البنك النهارده وصل الى 30 90 يعني بقى 31 جنيه. انما لو انت لاحظت من شهر فات او شهرين فاتوا كان بكام؟ كان ب 30 مثلا 60 بس، كان في السوق السوداء بكام؟ ب 32. طب النهارده لما بقى ب 30 90 بقى بكام في السوق السوداء؟ بقى ب 37 وب 38. يا ما هي دي. فهي دي الفرق، المشكله ان كل ما بترفع في البنوك السوق السوداء بترفع كمان، ليه؟ لان في حاجه اسمها العقود المستقبليه، مشتقات. العقود المستقبليه النهارده والذهب والكلام ده كله والسيارات بيشتري الدولار على انه ب 40 وبيبيعه على انه ب 40، ليه؟ عشان مهما يرتفع انا في الامان، ليه؟ لان لو 10% من اللي في البنك دي من ال 30 دول هيبقى بكام؟ هيبقى ب 33 34، انا خليني في الامان، انا هعمل حساباتي على انه ب 40 وهبيع للناس ب 40 او كانه ب 40 السيارات والذهب، فعشان كده هو مش قلقان، واول ما هيلاقيه في البنك في البنك وصل ل 34 35 هيرفع ل 43 و45. هو دي النقطة. طول ما في فجوه، وانت عارف ان نظام راس المال بيعتمد على فكر ايه؟ عرض وطلب، ولذلك الصندوق النقدي الدولي اشترط على البنك على الدوله ايه؟ لازم يكون عندك سعر صرف مرن، طول ما الطلب عليه عالي ارفع السعر. ما تدخليش. ف
فهو ده اللي بيعمله البنك المركزي، انه بيرفع. بس المشكله انه عشان مش قادر يبقى عنده حصيله كبيره، مش قادر يجيب مستلزمات الانتاج واحتياجات الشعب الاكل والشرب و و بيبقى في سوق سوداء وفي فجوه. طول ما في فجوه مش هتقدر تتحكم في هذه المسائل. يعني حضرتك قلت ان في بعض السلع فعلا قررت ان الدولار 38، وبعض السلع زي الحديد 40 ويمكن اكتر من 40 في المحافظات خصوصا في جنوب الوادي، لكن الاسعار استقرت شويه في اسعار السلع الغذائيه الى حد ما شهرين او ثلاثه، فدي بتريح سياسات الحكومه. فهو ده السبب، في ناس بيقولوا هو ده السبب اللي ما خلاش ان البنك يلجا ان كل يوم يرفع 10 صاغ او 5 صاغ او 15 قرش للدولار، والا هيبقى سعر السكر كل يوم بسعر، وسعر الكوسه كل يوم بسعر، وسعر الطماطم كل يوم بسعر، وكل الناس هتسعر على ال 10 صاغ دي، وهيبقى في زي ايه، زي فوضى في التسعير في مصر. هل ده الكلام ده يعني ده هو محق فيه، ولا ده نوع من انواع تفسيرات لدعم ان احنا ما زودناش او ما رضيناش ناخد الحل ده؟ اتفضل يا فندم. هو شوف، هو طبعا البنك المركزي بيقول طب انا متخوف من انه بعد شويه سنه ولا حاجه، بعد شهرين ثلاثه، بعد سنه، بعد سنه ونص، معدل التضخم العالمي ينخفض والحرب الروسيه الاوكرانيه تنتهي، وبالتالي الاسعار تنزل ومعدل التضخم تنزل. وده اللي خلاه، لو انت خدت بالك حضرتك، انت قلت في شهادتين، في منهم شهاده اسمها ايه؟ الشهاده المتناقصه. يعني ايه؟ يعني اول سنه 22%، ثاني سنه 18%، ثالث سنه 16%. ليه؟ عشان اذا حدث ان الحرب خلصت والتضخم ابتدى ينخفض، انا بقيت في الامان. ليه؟ بديك 16 ما بديكش 20 و25. فهي دي الحكمه. انما للاسف الاسعار في مصر، ان القطاع الخاص هو اللي بيتحكم فيها، هو اللي بيستورد وهو اللي بيبيع، فللاسف القطاع الخاص في مصر غير ممهد وجشع للغايه. الاسعار بترتفع في مصر كل 3 4 ايام، ما بقتش بترتفع كل شهر وكل سنه زي زمان، لا، بقت بترتفع في كل 3 4. ده انت ممكن تلاقي محلين جنب بعض، واحد بيبيع بسعر والتاني بيبيع بزيد منه 10 جنيه. فدي بقت مشكله، والناس في مصر فاهمه ان نظام الراسمالي غلط والاقتصاد الحر غلط، ان متصورين ان كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، دي تبقى فوضى اقتصاديه وليست حريه اقتصاديه. فده اللي مطبق حاليا، وكثير من التجار والكلام ده كله للاسف بيتعاملوا من هذا المنطلق، ان انا حر، وانت مش عاجبك ما تشتريش مني. ما تشتريش مني ازاي اذا كنت انتوا في الاخر بتتفقوا مع بعض وبتتحكموا في الاسعار وبتحولوه من سوق منافسه كامله زي المطبق في امريكا الى سوق احتكار القله اللي مطبق في بعض الدول الناميه وفي مقدمتها مصر. تمام. يعني هو البنوك الاهلي ومصر هم بنوك تابعين للبنك المركزي، وعشان كده هم يعني الاصدارات بالنسبه للشهادات اللي هي المتناقصه 3 سنين 22 و18 و16 او 19% لمده سنه زي ما هيصدروها او اصدروها بالفعل يعني بقرارات بنكيه، هي مواتيه لخطه او تنفيذ سياسات البنك المركزي، ولا بيبقاش في تفاهم بينهم؟ يعني كل واحد عايز يلم الفلوس من السوق السيوله بالطريقه اللي هو يراها، ولا دي قرارات متفق عليها؟ اتفضل يا فندم. نقول بس جزئيتين. كل البنوك في مصر حتى خاصنا تابع للبنك المركزي، والبنك المركزي عنده اداره مهمه اسمها اداره الرقابه على البنوك، بتفتش على كل البنوك. ومن حق البنك المركزي وهذه الاداره انها تكتب تقرير لو لقيت ان في اي تجاوز في اي بنك حتى لو قطاع خاص، من حقها تحل مجلس الاداره، ومن حقها تعين عليه مفوض يدير شؤون البنك. فدي كل البنوك في الاخر تابعه للبنك المركزي. لكن مفيش بنك يقدر يرفع من غير ما يرجع للبنك المركزي، حتى لو بنك قطاع خاص ما يقدرش يرفع اسعار الفايده الا لما يرجع للبنك المركزي وياخد موافقه بذلك. تمام. فعشان كده لاحظ حاجه مهمه جدا حضرتك، الفتره اللي فاتت لما الفايده نزلت او لما طبق ال 18%، بعض البنوك الخاصه اشتكت، يا بنك المركزي انت بتعمل فينا ايه؟ لان في ناس كتير راحت سحبت الفلوس من عندي ابو 12 و13 وحطيتها في بنك الاهلي وبنك مصر، فقلت له انا انضريت، وفي الاخر وفي الاول انا جزء من الجهاز المصرفي المصري. فالبنك المركزي سمح لست بنوك انها ترفع اسعار الفايده، لدرجه ان في بنوك لما كان البنك الاهلي وبنك مصر ب 16% 3 سنين، سمح لها بانها تدي 18 و18.5% الثلاث سنين. ليه؟ الكيكه لازم توزع على الكل، والكل لازم يشتغل. تمام. مش مصلحتي ان في بنك ينضر ويخسر ويقفل، مش مصلحتي، لان ده فيه الاف من العملاء. فعشان كده متوقع انه هيسيب فتره كده
شهر ولا حاجه للبنك الاهلي ومصر بالاسعار دي، ثم بعد كده هيدي ترخيص لعدد من البنوك القطاع الخاص انها ايضا ترفع اسعار الفائده عشان ينوبها جزء من الكيكه وما تخسرش وما تفلسها وما تعملش افلاسها زي ما حدث في امريكا وغيرها. تمام. في بعض الفيديوهات طبعا يعني محرضه للناس، يعني بتنصح الناس انه لا حول فلوسك لذهب او دولار على اساس ان انت لا تفقد القيمه الشرائيه بتاعتها على مدى السنوات. وفي نفس الوقت ما هو الفلوس دي محتاجه ان هو يصرف منها، يعني ما هو برضو يعني تحويل ان الاقتصاد المصري كله الى شيء جامد سواء كان دولار او كذهب وحطه على جنب في اي حته بقى، سواء كان في بنك او في خزنه خاصه او في البيت او في اي حاجه، ما ده برضو ضرر الاقتصاد المصري. والفيديوهات دي مش بتوعي الناس، لان برضو في ناس هتخسر، لان هو لما يجي يحول للذهب مباشره وممكن الذهب ينزل هو هيخسر، لما يجي الدولار هو شاريه ب 42 ويلاقيه بعد كده مثلا تعاوم على 35 او 36 فهيخسر. يعني برضو النصيحه مش كامله ومحدش يمشي وراها، لان الدوله دايما هي اللي بتحاول انها تخفف التضخم على الناس. نقولها ازاي او نقول نصيحة للناس استثماراتك تبقى ازاي، هل في الشهادات ولا تبقى في القطاع الخاص؟ وده الجزء اللي انا بأيده، انك انت يبقى في مشاريع للقطاع الخاص تنتج او تثمر في انتاج، حتى لو كانت المكاسب بتاعتها الأولية تبقى 12 او 15% او يمكن 10% في البدايات، لكن هي الأضمن على اي وتيره من دول انها تحفظ لك فلوسك في قيمه البروبرتي اللي موجود عندك، اذا كان دكان او ورشه او غيره. نصايح حضرتك في كل ده ايه؟ اتفضل يا فندم. حضرتك طرحت ثلاث موضوعات في بعض مهمين قوي. اولا الفيديوهات اللي بتتعمل، لازم الدوله تتدخل وما تسيبش مساله وسائل التواصل الاجتماعي تبقى هذه الفوضى، وبيطلع ناس لا عارفه حاجه ولا فاهمه حاجه ولا عندها خبرات وتقول اي عك تضر الناس. لابد الدولة تتدخل، ما ينفعش أسيبها خاصة دي في العلن، ده بيطلع يعمل تقرير يومي، فما ينفعش أسيبهم بهذا الشكل. ده خطأ الدولة وخطأ الحكومة. أنت فين؟ أنت مغيبة ليه؟ أنت مستنية إيه لما يتخرب الاقتصاد بتاع الدولة؟ فده جزئية. الجزئية الثانية يا ريت تبقى في مشروعات تنموية، طبعا يا ريت، بس ما أخبيش عليك المواطن المصري في ظل الغلاء وفي ظل التضخم ده، ايه اللي البنك المركزي اعلن انه فوق ال 40% هيحط فلوسه في اداه تجيب له 12%؟ اذا كان قدامه انه يحط 22 في حد يحط 10 وهو قدامه 22 يبقى اهبل. فانما شطارتك بقى زي ما كنا عملنا في قناه السويس، اما جينا النهارده نعمل قناه السويس الجديده قلنا ايه؟ الفوائد كانت 9% في البنوك، راح ده مد 14%. الناس جريت عليها ولا لا؟ ما تقوليش وطنيه وما تقوليش عشان مبنى قناه السويس، انما عشان العائد الاكبر والفائده الاكبر. فلابد اعمل مشروعات ليها جدوى اقتصاديه ومدروسه وعندنا خبراء كتار نستعين بيهم. يقول لي ايه المشروعات اللي ممكن تجيب لي عائد مرتفع وفي نفس الوقت ابني الدوله؟ لان مفيش دوله بتتبني من غير صناعه ومن غير صناعات ثقيله. انما انت كل يوم تسمع عن الحديد والصلب اتقفل، نسمع عن الاسمنت بتاع القوميه اتقفل، ما ينفعش ما ينفعش، دي صناعات ثقيله، والنهارده المصنع بتاع الالومنيوم بيعاني وشكله كده عايزين يقفلوه، فما ينفعش. الدوله بتبني بالصناعه بالاقتصاد القوي بس الاقتصاد الحقيقي، فلابد انك تشوف مشروعات تجيب عائد مرتفع وتقول للناس. انما لو قلت لهم احنا وطنيين وحط فلوسك 7% وهو شايف ان فيه ب 22% مهما كان وطنيته، انا عندي بيت وعندي التزامات وعندي اسره بصرف عليها، فهي دي القضيه. فالذكاء انك تضرب عصفورين بحجر، اعمل لي مشروع له جدوى اقتصاديه مرتفعه وفي نفس الوقت عائد مرتفع وفي نفس الوقت ان يكون لي بعد تنموي ويبني الاقتصاد بتاع الدوله ويطلع انتاج ويصدر ويشتغل وهكذا ويجيب له عمله اجنبيه. هو ده الذكاء. انما اني اقول ان الوطنيه مش بالشعارات، لا ده بالواقع. دي جزئيه مهمه جدا، ف لابد ده. انما بعد كده احط فلوسي فين؟ المواطن المصري او اي مواطن في العالم عايز العائد الاعلى، ما يهموش ابقى الاقتصاد. الاقتصاد ده بقى اللي بيبنيه الحكومه. انت ليه بتجيب مجموعه وزاريه اقتصاديه وبتجيب لي وزاره اقتصاد ووزاره استثمار؟ بتجيبهم ليه؟ عشان هم دول اللي يديروا. فده مسؤول عن الدوله انما ده مسؤول عن الشخص. يعني اديك مثال جميل، اسف يعني مش مفترض اقوله لما هقوله. لما جم النهارده لجيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له
يا جد الرسول خد بالك ده اللي بتوع الحبشة هيهدوا الكعبة وبتاع، فخد الجمال بتاعته وبعت. انت خايف على الجمال مش خايف على الجمال؟ مش خايف على الكعبة؟ قال الكعبة ليها رب يحميها، انما انا مسؤول عن الجمال بتاعتي. فنفس الشيء المواطن العادي حريص على امواله، حريص على انه يجيب قرش زيادة عشان يخلي بيته مستوى افضل او بحد ادنى عشان ما يمدش ايده للغير. انما تعظيم الاقتصاد والمشروعات التنموية والاقتصادية والكلام ده كله ده شغل الحكومة ودور الحكومة. طب ما هو احنا برضو هنا في حزب بيز برضو يا دكتور، يعني الحكومة مش هتقدر تعمل كل حاجة لان في الموازنة بتاعتها هي ما تقدرش، لكن القطاع الخاص يقدر يعمل، وفي نفس الوقت مش هيقدر يجازف لان المكاسب هتبقى قليلة. طب نحل الموضوع دي ازاي؟ حاجات كتير. يسر مهمة المستثمر في اقامة المشروعات، ذل العقبات قدام المستثمر، اقضى على الفساد اللي ممكن يواجه المستثمر، اقضى على البيروقراطية اللي بتعوق شغل المستثمر، يسر له مهمته في التصدير والإنتاج والتحسين والتطوير، ساعده في مسائل التدريب والتحديث. كل الكلام ده لازم، ده دور الحكومة، وده موجود في أمريكا وفي الهند وفي كل موجود طبعا وفي كل دول العالم. هو موجود في مصر بس قليل، يعني مش بالكثرة. هديك قلت بس قليل. إذا كنت عايز تعمل الانطلاقة الحقيقية أنت مش بدأت مع الصين والهند، مش أنت كنت الثلاثي اللي عملته اللي عدم الانحياز. طب الصين وصلت لفين والهند وصلت لفين وانت وصلت لفين؟ فايه ده ليه؟ هم اجدع مني في حاجه؟ عندهم مقامات اقتصاديه اكثر من عندي؟ لا، عنده الانسان، بس الانسان عمل التدريب وعمل وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وحد من التضخم والكلام ده، حد من الفساد، لغى بيروقراطيه، كل الكلام ده. لما تلاقي الصين لما حبت تعمل النهضه بتاعتها راحت خدت خبره من توصل بريطانيا ورشحوا لي ناس من عندكم خبره واساتذه جامعه علماء يطوروا لي الحياه والمنظومه في مصر في الصين. ده كان حد قال لهم لا عيب وكوخ وما ينفعش، ده انتوا مليون 1300 مليون. لا، جيب الافضل، جيب الاكفا. انما طول ما انت بتجيب القريب منك اللي مش بالضروره يكون كفء انما ابن حلال وطيب ومهذب ما ينفعش. يعني لما تيجي مره كان بتكلم رئيس وزراء ما كانش رئيس وزراء حد، يعني بقول يا فندم الوزير ده ما ينفعش. قال لي والله يا دكتور ده بتقعد معاه ده مؤدب قوي وابن حلال قوي. قلت له يعني هو مش هيتجوز اختي. انا رجعت يعني راجعت التاريخ الاقتصادي المصري والامتيازات اللي كان بيديها ايام الخديوية والملكية للشركات الاجنبية اللي نجحت بعد كده وخلت الاقتصاد مصر ندين انجلترا في الاربعينات. يعني هذه الحقبة لما انتهت سنة 52 كانت مصر بتدين انجلترا وفرنسا وايضا بعض دول اوروبية، وكان الجنيه المصري وقتها جنيه الذهب بجنيه مصري وناخد عليه فلوس. فالبداية كانت ما كانتش بيع للقطاع الخاص، دي كانت امتيازات بيمنحها الخديوي او الملك لشركات بتنشأ تقريبا الارض ببلاش والعمال باجر زهيد جدا، لكن في الاخر نجحت وعملت اقتصاد في خلال من 80 ل 90 سنة سميناه الاقتصاد المصري لدولة 5% ل 10% ل 3% ايا كان، بس كانت دولة اقتصادا جامدة وكانت البورصة بتاعتها معقولة. هل ممكن الدولة تعمل امتيازات للصناديق السيادية في الدول التانية ولا ده بيتم بالفعل واحنا مش عارفين؟ ممكن حاجة زي كده تحصل في هذا العصر يعني بحيث انها تسند الاقتصاد المصري؟ اتفضل. ادي امتياز للي انت عايزه. يعني الصين عملت تجربة جميلة جدا، قالت الاتي انا والله عايز قطاع معين وليكن قطاع مثلا الهايتك، اللي هيجي يشتغل في القطاع ده انا هعفيه الخمس سنين جايين من الضرايب والجمارك والمش عارف ايه والكلام ده كله. بعد خمس سنين المواطن الصيني يتعلم وعمل مصانع، قال له لا والله بقى اذا كنت عايز تحافظ على الكلام تشتغل في الكلام ده وتقدر عليه الميزه بتاع الخمس سنين خلصوا، انما انا عندي قطاعات اخرى انا محتاجها، اديك الخمس سنين اعفاء تاني لو اشتغلت في القطاعات اللي انا محتاجها. اذا هنا ربط ايه؟ ربط احتياجاته الفعليه ايه؟ ما سابهاش علاولة. انما انت جيت برضه في فتره من فترات في مصر وقلت هدي امتيازات، فاللي العطور والعمل بونبوني والعمل الشوكولاتات سويته بالعمل صناعات ثقيله ما ينفعش. ما ينفعش. هديك مثال غريب قوي قوي. عبد الناصر لم يكن خبيرا اقتصاديا، ده راجل كان عسكري، انما جه عمل فكره رائعه جدا. قال ايه؟ قال والله اللي هيعمل مشروع صناعي البنوك تصرفه من 3 ل 5%، ما زادش عن كده، من 3 ل 5%. قال طب لو عايز يعمل مشروع زراعي من 5 ل 7%،
طب لو مشروع خدمي من 7-9%، طب لو مشروع تجاري من 9-11%، بدأ بتلاتة للصناعة وانتهى ب11. ليه؟ المشروع التجاري، لأن المشروع التجاري انت بتستورد من بره بتطلع عمر الصعبة في الخارج، انما المشروع الصناعي ممكن تبقى اوضة بيشتغل فيها او اوضتين بيشتغل فيهم 1000 واحد، وبيطلع انتاج يخلي الدولة ما تستوردش من بره، وبيصدر الخارج ويجيب عملة اجنبية. اقول له عظيم سلام. فلازم يكون في امتيازات للقطاعات اللي انت محتاجها، انما مش مطلقة. فعشان كده وبالإضافة يعني على سبيل المثال انت كنت تتكلم عن القطاع الخاص، وثيقة ملكية الدولة بتقول تعظيم دور القطاع الخاص، هو دلوقتي بيتحكم في حوالي 25% من اقتصاد الدولة، انت عايز ترفعه في اقل من 3 سنين لست من 75-80%. ده 25% منهم 15% بورصة بس يا فندم، يعني هو في الحقيقي فعلا اللي على ارض الواقع 10%. قال طب السؤال بقى، انت مهدت له، انت اعدت له المرحلة، يبقى تخاطب الحكومة الآن يعني تعمل ده. تمام. بالضبط كده. فما ينفعش انك تقول النوايا الحسنة، النوايا ما تبنيش اقتصاد مش بالنوايا. وفي نفس الوقت هل القطاع الخاص في مصر ممهد انه يقود التنمية، ولا نسبة كبيرة جدا منه قائم على انه خد قروض من البنوك عمل بيها مش بفلوسه، وبعضهم ما سددش حتى للبنوك، وشفنا بعضهم هرب بره مصر والكلام ده كله لما قدرش يسدد وخد القرشين حولهم عملة وطلعهم بره. كل الكلام ده لابد اشتغل واعمل ضوابط، اعمل ضمانات، انما يسر مهمة المستثمر في اقامة المشروع. ما ينفعش انك لا بتيسر ولا بتسهل، وعندك فساد وعندك بيروقراطية وعندك الكلام ده كله، وتيجي تقول انا هبقى احسن واحد في الاقتصاد العالمي. لا طبعا. امرت ايه؟ فهي كلها مرتبطه بيه انك بالفعل تعمل. وعشان كده قلت لك قبل كده لو فاكر دكتور عادل، لازم يكون عندك سياسات اقتصاديه ثابته مستقره دائمه، مش اجراءات. الاجراء النهارده هتعمله وتغيره بكره، انما السياسات الثابته المستقره هي الدائمه اللي تخلي المستثمر يطمن ويجي يشتغل عندك وهو مطمن. ليه؟ القرار اللي انت خدته النهارده مش هيتغير بكره، حتى لو كان لصالحه، حتى لو كان لصالحه، مش عايزك تغير كل شويه. يعني حتى سعر الصرف وخفض قيمه الجنيه مش ميزه للمستثمر. ليه؟ لان طب النهارده انا دخلت في فتره سابقه ما خدتش الميزه اللي خدها المستثمر الجديد. طب ما نستنى بقى يمكن تخفض كمان، مش هعمل عندك لغايه ما تجيب اخرك، لان كل الكلام بيقال ان الجنيه لسه هيتخفض تاني. طب اجي لك النهارده وبعد ما اعمل دراسه جدوى اقتصاديه وبعد اقل من 6 اشهر الاقي القيمه نسبه 50%، طب انا اللي خسرت والمستثمر الجديد هو اللي كسب. ده كله لازم يبقى متخذ في ذهن متخذ القرار، وعارف بيعمل ايه، عارف هو عايز ايه، عارف مقاوماته ايه، عارف اللي في ايده ايه، عارف يحقق سياساته ازاي. ده مهم جدا، لان لو مش عارف يبقى يتعوضوا منه بعوض، مش هيورط ده هنا شخص، هيورط الدوله. هم عارفين بس يعني التحول للقطاع الخاص اعتقد ان المصريين مش متقبلينه كحكومه وكدوله، ممكن الشعب جزء منه من راس مالي يتقبله لان هو متوقع ده، لكن مش غالبيه الشعب عايزه اشتراكيه عبد الناصر، يعني اكلني عيش بشيلن والجبنه تبقى ثمنها معقول وحاجات كده، يعني ما عندهمش مش عارف زي ايه، يعني هل فقدوا الطموح علشان مثلا بقالنا 30 سنه قاعدين في الجراج في عهد مبارك، احنا دخلنا الجراج وقعدنا يعني، فبقى 30 سنه فمش عارف. خد بالك من حاجه يا دكتور عادل، خد بالك من حاجه، انت عندك مشكله صغيره، هو المواطن عايز الجانب اللي يستفيد بيه. لو عندك كفاءات بتدير صح، مش ده يخفض التكلفة؟ طيب أكيد. انت بقى تجربته مع القطاع الخاص في الفترة اللي فاتت، اهرب واجري، خد القرشين واجري، فما اشتغلش في صناعات ثقيلة، ما اشتغلش في بنية تحتية، ولما حتى بيستورد الحاجات، طب التلات اشهر اللي فاتوا الاسعار العالمية انخفضت ولا لا؟ انخفضت. طب في مصر شفت انت سعرها انخفضت؟ لا خالص. لا، هو الفراخ علشان تدخلت الدوله لبعض حاجات كده، عشان تدخلنا من البرازيل، انما القطاع الخاص لما سبتها له حصل ايه؟ ارتفعت ما انخفضتش. فالقطاع الخاص عشان كده ما كنت بكلمك بقول لك هل القطاع الخاص ممهد؟ لا مش ممهد، ومعد انه يتولى المسؤوليه. فعشان كده الناس خايفه من القطاع الخاص، لانه
هيبقى في احتكارات وهيرفعوا الاسعار زياده. لو ما عندناش رياده في الموضوع ده ممكن نستوردها من بره؟ يعني ايه المانع ان احنا نستوردها؟ آه الامتيازات دي دوري. احنا عملناها زمان للفرنسويين طبعاً والايطاليين والامريكان طبعاً، وعملت شركات رائعه جدا طبعاً بقت مصريه فيما طبعاً بعد، وبقى في عبود باشا وفي غبور باشا وكل حاجه. هو ده اتفضل، هو ده اللي لازم يكون. ما ينفعش انك تقول انا اجدع من عطريز، انا الجن الازرق على عيني وعلى راسي، لا ما تجيبش حد من بره. انا عندي لو ما عندكش في قطاع محدد كفاءات المشكله، بدليل ان القطاع الخاص في مصر اللي نشط واشتغل صح ما جابش خبر من بره، جاب خبر من بره اكيد. الله، طب هو ما اعتمدش بقى وقال لا ده احنا انا احنا اللي خربنا التعريفه واحنا اللي عملنا الكلام الكبير ده، لا، لانه اللي مش عندي اجيبه من بره. اه زي ما اديتك مثال، الصين بعتت لانجلترا لجامعه اوكسفورد وقالت لها ابعتي لي خبير في الاداره وخبير في الاقتصاد. طبعا قالوا له انتوا يا صيني اللي 1300 مليون محتاجين عندنا خبير، قالوا ايوه. ما زال ما زال يعني تبادل الخبراء بينهم. الناس فاكره ان الصين عدو اقتصادي لامريكا واوروبا، دول على اعلى مستوى من العلاقات يا ريت نوصل لها. يعني الناس ساعات الاعلام بيصور لهم ان يعني العدو ده هنا هو منافس حتى هذه اللحظه يعني، والتنافس هنا هو الاهم من ده بيعلى وده بيعلى. والاهم من دي واللي كمل ده ايه؟ قال يا صينيين اللي خارج الصين، انت بتشتغل فين في امريكا؟ عندك امتيازات معينه، هديك نفس الامتيازات اللي كنت بتاخدها من امريكا. تمام. يا اخوانا اللي عندكم استثمارات في مكان معين، هات هوديك نفس المزايا. يا اخوانا اللي عندكم فلوس في حطينا في اوروبا، تعالى وهديك نفس الامتيازات. فالمواطن كان في الاول متخوف، فجاء اداله نفس الامتيازات، سالك طب متشكرين؟ طب ما انا نفس الامتيازات من امتيازات، طب ما اجي اشتغل في بلدي. فاستطاع انه يعمل النقله. انما مساله انه المستثمر جاي عشان يسرقني، المستثمر جاي ده ابن كلب وحش، المستثمر جاي عشان يذبحني، المستثمر جاي، متشكرين. مش عايز مستثمر، طب هتعمل نهضه ازاي؟ مش هتعمل تنميه ولا تعمل نهضه. فخلاص بقى لازم تبقى جريء وقوي وعاء، بس بشرط تبقى دارس وعارف انت بتعمل ايه. يعني انا اذكر الرئيس السريت لما جه في اول ما جه وعمل الانفتاح، فراحوا له الناس قالوا يا ريس انت عملت الانفتاح بس كل المصانع اتعملت كلها شوكولاته وبنبوني وكلام من ده. قال لهم معلش الشعب محروم والناس حاسه ان ده له عائد مرتفع سريع، فبيعملوه في المدى القصير، لكن بعد كده هيبتدوا يتحولوا لصناعات اساسيه وصناعيه صناعات ثقيله. هي دي الاساسيه. فالمهم تبقى عارف وتبقى عندك رؤيه ويبقى عندك فيجن ويبقى عندك تصور كامل ويبقى عندك سياسات تمكنك من ده وعندك كوادر تمكنك من دي. يعني ما بيبقاش سعيد لما دبي بتعمل مؤتمر كل سنه على الحكومات الذكيه. مصر تبعت 2-3 وزراء. طيب بقى لهم كام سنه بيعملوا الكلام ده بيحضروا كتير. طب عملوا اي نقلوا اي حاجه من التجربه؟ طوروا في مصر اي حاجه من الكلام ده كله؟ لا. طب ليه؟ هو كان رايح يحضر ايه؟ ياخد بدل سفر وياكل وجبتين ويرجع؟ طب رايح ليه؟ اذا كنت مش هتنقل جزء من التجربه. ما هي جزء من التجربه دي، على جزء من التجربه دي بقت التجربه عندنا طبق كشري. إيه لا، في حاجات خبرات عالميه. ما انا يعني ممكن انقل من هنا ومن هنا المتفق عالميا عليه، انا معاك. حاجه على مستوى العالم. انما انا بروح دايما للاعداد الكبيره زي الهند والصين وما باخدش التجربه كلها على بعض. إيه شوف الهند بقت هند ازاي في الهاي تك والكلام ده كله. راجل محترم جه قدم للدوله تصور بمعهد يتعمل يطلع خبره في هذا المجال، نجحت وابتدى يبعت خبره في امريكا والمعهد النهارده بقى معاهد. ما نقلش التجربه دي ليه؟ ما جيبش الراجل ده ليه يقعد مع خبراء المصريين ويعمل المعهد او معهدين من دول؟ ليه لا؟ ما فيش مشاكل، انت لسه في البدايه. طب بتقول انا عايز اناقش قرار سيادي اخير من اسبوعين. لا ما فيش مشكله نجيب خبره من بره. يعني قرار سيادي اخير من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال خدوا على البورصه حتى الشركات اللي تبع الجيش اللي هي وطنيه وغيره. ده يعتبر هل طرح اسهم في البورصه يعتبر امتلاك للقطاع الخاص بمعنى الامتلاك والشراكه في الاداره، ولا هو يعني ما بين وبين؟ اتفضل يا فندم. انت ارتضيت ووافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعتت وقالت ان بعتت لك فكرة اللي هي الوثيقة بتاعت ملكية الدولة، سياسة ملكية الدولة، وانت درستها والقطاع
افترض انك عملت حوار مجتمعي حواليها بس ما عملتش حوار حقيقي قوي يعني مع الخبرة، عملتها مع الحبايب والكلين، انما كويس. وارتضيت بده ليه؟ لانك انت بتقول في الاربع سنين في الثلاث سنين الجايين هبيع ما يوازي 40 مليار دولار من شركاتك للدولة. حلو قوي، الدولة جايلها 40 مليار دولار في ظل عندها ازمة دولارات، تقول لا؟ مش هتقول لا. فهي دي القضية. بالإضافة إنها قالت حاجة تانية كويسة قوي، خد كمان عدد من الشركات وديها للصندوق السيادي تبلورها وتنظمها وتروجها في الخارج، ولذلك كل ده بيتباع بالدولار، وده مكسب ليك إنك تجيب دولارات، بس مش مكسب كبير برضو. إن زي ما قلت لك القطاع الخاص غير معد، ده لازم يبقى فيه فترة انتقالية، يبقى فيه منافسة ليه عشان ما يحسش إنه هو المحتكر فيستغل الكلام ده ويرفع الأسعار، وفي نفس الوقت لابد إنه يطور نفسه. انا بذكر تجربه كانت جميله جدا هقولها لك في نص دقيقه. كانوا داعيني عشان احضر مؤتمر بتاع المعرض الصناعي التجاري ده اللي كان بيتعمل، الزراعي اللي كان بيتعمل ايام مبارك. فكنت مدعو كده في اليوم اللي قبل الافتتاح بتاع افتتاح الرئيس نفسه يعني. فالرئيس بيلف كده وكنا مجموعه صغيره معاه يعني، فجاء عند مصنع مش عايز اقول لك اسمه يعني، لما مصنع كان قطاع بتاع الدوله قطاعي، فلقى الانتاج حلو قوي، قال له ايه ده؟ الشغل كويس قوي. فالراجل اسمه جزدار استغل الفرصه وقال له يا ريس، ومع ذلك بيحاربونا وبيخلونا نستورد المنتجات دي من الخارج، وده للاسف بيحاربنا وبيدمرنا وبيخسرنا. فالرئيس وهو واقف كده، فين وزير الصناعه؟ فين بتاع وزير التجاره؟ لا 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 ما تستوردوش ما دام عندنا انتاج كويس زي دوت. فانا سنة طويل شويه يعني من يومي يعني، فقلت له فعلا والله يا رئيس ليك حق يا رئيس، قال لي مش كده برضه يا دكتور؟ قلت له كده، بس اسالك سؤال صغير. قال لي ايه؟ قلت له ايه اللي خلى ده بقى كويس؟ هذا المصنع نفسه زميلنا استاذ في الجامعه كان بيتجوز وفي يوم الصباحيه وبيغسل وشه، حوض من ده وقع على رجليه كسر رجله وقعد متجبس اكتر من ثلاث اشهر. انما طور نفسه عشان المنتجات اللي كانت بتيجي من بره وحس انه بيضيع، فاضطر غصب عنه يعوض الكلام ده كله ويطور من نفسه. قال له ايه ده يعني المنافسه هي؟ قلت له اه يا ريس. قال فين وزير التجاره؟ لا 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 حكايه القرار قلت لك عليه الغي، لا 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 خليه يخش خليه يخش. فهي الصوره تبان، ويا ريت نمد متخذ القرار بالمعلومه الصحيحه السليمه عشان القرار صائب ما يبقاش مضلل ومضلل. هي دي القضيه. يا رب نبقى بكره احسن، يا رب نبقى افضل، يا رب نختار كفاءات، يا رب نجيب الاكفأ حتى لو مش مصري. ومع ذلك مصر فيها كفاءات كبيره جدا وبيشتغلوا بره، ما اجيب الكفاءات دي اخليهم يشتغلوا في مصر ويدوني خبراتهم ومش هيقولوا لا. ما احنا عندنا مستشارين بنصرف عليهم مليارات برضو في الدوله المصريه، ما اعرفش كل وكيل وزاره بقى مستشار ممكن ينضم الى قائمه المستشارين بالتبعيه. عجبني قوي كلمه وظيفه، ما دي برضو انا عايز اناقشها برضو يا دكتور يعني. يعني طبعا مش كل الناس ممكن تبقى كفاءات، ومش دي كل واحد وصل لدرجه ماليه لوكيل وزاره هيبقى كفء او هيبقى استشاري. عجبني الكلمه دي يا كبير. نيجي كده بس نقول باختصار شديد، انا راجل مدير اداره ورئيس مجلس اداره راجل كتر خيره قريبه معرفته بتاع ولا بوسطايا كتر خيره راح مرقيني وخلاني مدير عام، وشويه شويه خلاني رئيس قطاعي والكلام ده كله. ليه فضل عليا ولا لا؟ ليه فضل عليا؟ لما اجي انا بقى ابقى رئيس مجلس الاداره الشركه او وزير او اي حاجه، مش هنسى للراجل افضله عليا ايه اللي كبرتني وعظمتني؟ لا، ابقى اعمل له ايه؟ اجامله ازاي؟ اجيبه مستشار واديله مبلغ كويس وجاملته زي ما جاملني. هل بالضروره هو كفء؟ مش بالضروره. ما هو هل انا جبته عشان الراجل جاملني فبرد له الجميل؟ ايوه. فهل ده هيفيد المجتمع؟ لا طبعا. ده ضر المجتمع، لاني بدفع ارقام مهوله جدا ومليارات مهوله جدا وما باخدش منه اي كفاءات، وبيجي الراجل يشرب شاي وقهوه ولا دير يخش يحكي معايا، واقوم يجي اقول له استاذي متشكرين. ما احنا لو عندنا استشاريين كفء كان بقى ده حالنا. يا سلام، ادي كنت ادي كنت يعني انا راجل محترم ومتحفظ. لا احنا عايزين استشاريين بجد من بره بشركات عملاقه تعمل مركز في مصر. يعني شوف يعني الصين مثلا، الصفقه اللي عملها رئيس الوزراء اخيرا ب 5 مليار و6 من عشرة لانتاج النيتروجين علشان يخش على افريقيا من الصين، دي حاجه رائعه وحاجه اشادت بيها الجرايد طبعا، وحاجه فوق دماغي من فوق. احنا بقى يعني ده عايزينه 20 30 40 مره مع الشركات الثانيه. بالظبط كده، هي دي هو ده. لما اجيب خبره، يا
يعني اديك مثال غريب قوي قوي. وزير قطاع الاعمال السابق كل ما يسمع ان في تغيير وزاري الراجل يعمل مؤتمر يقول كلمتين حلوين، والراجل فهمنا انه تعاقد مع شركه صينيه كبرى وعظيمه والسيارات الكهربائيه هتغرق مصر. وحصلتش. وبعد سنتين هيعمل الكلام، انتهى السنتين. فجاء الناس قالت له في مؤتمر صحفي الصحفيين قالوا فين يا ريس السيارة الكهربائية؟ قال الشركة الصينية طلع دمها تقيل وسابتنا ومشي. وانا ما اعملش ليه فرع التسلا؟ يعني ليه ما يبقاش طموحي اعلى وتسلا هترحب؟ فرع التسلا موجود في مصر بانتاج 10% 20% 30% حسب المتفق. جميل. عايز حد محترم وبيحب البلد وقوي وجريء ومتخذ قرار وبيهمه الصالح العام مش بيهمه الصالح الخاص. انما الراجل ده الاجمل من دي لما زنقوه قالهم دول مشوا. يا دكتور التوك توك دخل على انه قطع غيار، دخلنا مليون توك توك مصر على انه قطع غيار. ما تقلقوش هجيب شركه جديده وفي خلال سنتين الجايين هجيب تاني. الله متشكرين. هو برضه صاحب انه قالوا قطاع الغاز ده ونسيج بايظ وانت ما عملتش حاجه. انا عملت واتفقت على براند عالمي هيجي يغير ويكسر العالم كله وهيطلب من مصر وفي الاخر طب هو فين؟ مفيش. احنا بنبيع اوانطه. كتير مننا هجاص بيقول كلام حلو انما بينفذش. الاجمل مني مفيش حد بيحاسبه. الاجمل من الاثنين ان الوزير بيقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه فيه على كرسي الوزاره وما عملش. طب الحل في القطاع الخاص بقياده الدوله يعني نعملها ازاي التوليفه دي؟ يعني هو الحل في القطاع الخاص علشان يدير اقتصاد بقياده الدوله، يبقى قياده الدوله بقوانين. هو ده اللي انا اعرفه. ايوه واعمل بالظبط، اعمل قوانين وقوانين واضحه ومحدده وفي نفس الوقت اعمل نوع من الشراكات. المشكله يبقى في شراكه بين القطاع الخاص والعام. ما عنديش مانع في ده طبعا، حتى امريكا بتعملها، البنتاجون بيعملها طبعا. طبعا بس بالنسبه المهم يعني. انك يكون عندك زي ما قلت لك في البدايه الفيجن، عندك الرؤيه، عارف انت عايز ايه وتعمله وما يكونش في مصالح. ما تجيبش الشركه اللي هتصالح حاجه تحت الترابيزه او هتراعيك وبالتالي العقد يبقى مختل ومخل وفي الاخر مصر تنضر. لازم يكون فيه ويبقى فيه متابعه ويبقى فيه. ده البنك اللي اسمه بنك، فيه لما اجي اديك عشان تعمل قرض بقول لك مش هديك الفلوس المطالبه كلها، انا اخش بالنص وانت تخش بالنص، وبعد كده في اداره ائتمان، وبعد كده في اداره اسمها متابعه ائتمان، مش بس اديك الفلوس، ده في اداره بتشوف كل شويه كده كل فتره انتقاليه، طب وصلت لفين؟ عملت ايه؟ خدت الفلوس جبت بيها عربيه ولا جبت بيها فيلا ولا بالفعل جبت خدت الارض جبت المكن جبت الايه؟ لازم يكون في الكلام ده كله. تمام. انما البهواءه اللي موجوده ما تنفعش، لازم يكون عندك معايير واضحه، قيادات واضحه، خبرات واضحه، متابعات صح، ومحاسبه. بعد ده كله بقى احاسب، انما ما اسيبش الراجل اللي خرب وعمل والكلام ده يهبش اللي هو عمل وخرب كل الكلام ده وخد عمولات و وفي الاخر متشكرين طلعوا له ب 30 40 مليار متشكرين وقعد في بيتهم 100 مليون وقعد في بيتهم. هيصرف الكلام ده كله هو لو اشتغل طول عمره مش هيطلع بال 200 300 مليار مليون اللي خدهم. فهي دي القضيه. هل في حد سمعت يعني حد حاسب حد بعد ما حد طلع معاش؟ لا. ما انا ما هي دي اللي انا بقولها دلوقتي، يعني ملخصها في الجمله دي واللي حضرتك قلته برضو متفق معايا فيه، هي القطاع الخاص يقود الاقتصاد المصري بقياده دوله بقياده الدوله او بقياده حكوميه، والقياده هنا لا تتمثل في ان قلناها تتمثل في حاجتين، في القوانين والشراكه. لكن القياده مش في كل حاجه ان انا اللي هعين المسؤول ده وان الشراكه بس من خلال البورصه، في حاجه ناقصه. عشان كده الاقتصاد ناقصه حاجه، حضرتك حطيت ايدك على الجرح وبنوصف الروشتة كامله. هو القطاع الخاص والدوله متفقه معانا في القطاع الخاص، لكن في قوانين تعوق انتشار القطاع الخاص ومنافسه، بس منافسه عادله، يعني منافسه حقيقيه بين الدوله او القطاع العام والقطاع الخاص، بشرط اني وانا براعي ده ما بقاش قوانيني لصالح القطاع العام، لا في حياد تنافسي بحيث ان الميزه اللي ياخدها مصنع القطاع العام هو نفس الميزه اللي بياخدها مصنع القطاع الخاص، ما يبقاش فيه اي زيادات. انما انت كان فتره عندك طويله كان في مشكله ايه؟ للاسف ان مصنع القطاع العام بتلاقي فيه 20,000 عامل وموظف، مصنع القطاع الخاص بيشتغل ب 500 موظف وعامل، ففرق المرتبات لوحده طبعا كفيل هو هنا برضه في امريكا خسران ووقع.
يعني المشاريع اغلب المشاريع اللي بتفشل اداره وعدد كبير بالضبط. وساعات والرينكس الاداره يعني دراسات في كذا درجه من الوظيفه هي اللي بتدير، ودي حاجه برضو بتعب على الشركات. يا تمام صح. دكتور رشاد احنا بنشكرك، لكن قبل ما يعني نسيب حضرتك كده يعني نصيحه للطبقه المتوسطه دي اللي تهمنا، اللي معاه يعني يا دوبك حاجه كده عايز يستثمرها، فالفيديوهات بتقول يا دولار يا ذهب، لكن الدوله بتقول البنوك 19 و22%. حضرتك النصيحه برضو من رجل بتفهم في الاقتصاد، وايضا دي تهمنا انها لا تفقد، لانها لو فقدت هذه القروش او الجنيهات اللي معاها كاستثمار او كقيمه هتنزل، هتبقى عبء على الدوله بعد سنه او سنتين او ثلاثه. تنصحني وهي دلوقتي ابتدت تعاني وتشدت لتحت يعني. طبعا. انما انا من انصار بقى النقطه اللي انت قلتها، لا ده ولا ده، او ادخل اداه جديده، اخلي كده فريق مستشارين محترمين وخبراء اقتصاديين محترمين وقانونيين محترمين يجتمعوا ويقولوا لي على مجموعه من المشروعات التي يمكن ان تنفذ وتجيب عائد كبير. فانا بخدم مصر وبخدم الاقتصاد وبخدم المواطن، اني بخليه يجي له عائد مرتفع، وفي نفس الوقت مشروعات انتاجيه وصناعيه بتضخ انتاج في الاسواق بتخليني اوفر العمله الاجنبيه اللي بستورد بيها، ومزيد من الانتاج عشان مزيد من التصدير، وبالتالي اجيب عمله اجنبيه، ما اضطرش كل يوم والتاني اقول اصل عندي عجز في الدولارات وعندي عجز في العمله الاجنبيه واضطر اخفض قيمه الجنيه، وده يبقى عبء على الدوله وعبء على المواطن وعبء على النظام. كل الكلام ده لابد اني احط وسائل معينه تجيب لي عائد مرتفع وفي نفس الوقت انتاجي، وما يخلينيش اضطر ان انا كل شويه استورد ما، وده ممكن؟ اه ممكن. جيب يا عم خبراء، ما عندك اساتذه اقتصاد وعندك اساتذه استثمار وعندك يعني على سبيل المثال انا كانت الدوله تستعين بيا كتير، انما مؤخرا ده رشاد ده من 60 70 ده سنه طويل، ده بيقول لنا لا بيقول لنا صح وغلط، هم عايزين. طب ما هي دي المناقشه، هو ده الصح يعني، ان انا حتى لو رايك مخالف ما هو لازم اشوفه، ما هو التفكير خارج يعني الصندوق عمره ما هيكون موافق للي موجود يعني. هديك مثال جميل قوي، كل اللي جوه بتاع الحوار الوطني دوت كلهم تلامذتي، انما انا ما اخشش. رسالة لرشاد بركة صعب قوي يعني. لا طبعا يعني حضرتك رايك الاعلان معلن ورايك معلن، مش انا بس انا وغيري، ويهمنا كمان اعلان هذا الراي. يعني خد الافضل، مش مهم رشاد وحسن وابراهيم، خد الافضل. هي الدولة على فكرة بتتجه نفس الفكر اللي احنا بنقوله، بس بطيئة جدا في التحول للقطاع الخاص بتغيير القوانين، قوانين الاستثمار وغيرها التسهيلات، هو ده البطء اللي بنعيبه على الدولة، وعشان كده الدولار ممكن يعدي حاجات صعبة قوي يعني. بالظبط، وهي دي المشكلة، وخد بالك بطئك ده بيخلي غيرك يسبقك كتير. تمام. فهي دي بتزيد الفجوة بدل ما تضيق الفجوة. تمام، شكرا جزيلا استاذ الدكتور رشاد عبده، شكرا على انك بتخص برنامجنا بهذا الراي والراي القيم اللي هو موافق تماما لسياسات الحكومه اللي عايزينها تبقى اسرع شويه. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. البنك الاهلي ومصر يصدران شهادات، للي عايز يستثمر في الشهادات واللي عاجبه موضوع الشهادات ده، واعتقد ان في اللي اتقال ان في ابتدى يبقى ب 25% واستثمر بس في العقارات في حاجات محدوده، وشركات بتعلن عن ده سواء كانت على النت او الفيسبوك او حتى في اعلانات الجرايد، بيقول لك خش واستثمر فلوسك، وانك انت في العقارات هي نسبه استثمار عاليه، وهم معه حق، لكن في اكيد حاجات تانية. وفي شركات هتنشا جديده اعتقد في على المدى القريب اللي جاي، وهتعلن مش عن اسهم او عن في البورصه بس، لا هتبقى مشارك مباشر في راس المال عن طريق البنوك، والبنوك هي اللي هتبتدي تضمن، لان الناس ثقتها في البنوك ثقه عاليه جدا، فيبقى بنسبه 40 و35 و30% مفيش بنوك هتعمل ده خالص نهائي، لا يمكن تتخيل ابدا ان بنك يصدر لك 30%، لانه هيطبع لك فلوس والتضخم هيزيد، يبقى هو رافض هذه السياسه. لكن هو يدي 19 وبعدين تبتدي تنزل، او 22 وتبتدي تنزل، ده الصح لمحاربه التضخم. لكن في حاجه تانية لازم تنشا من جديد، وهو اللي قال عليها دكتور رشاد عبد، وانا يعني الحكومه في اتجاه لده، بس يمكن ما اعلنتش عنه، او
ممكن تعلن عنه في اللي جاي، او انها تشوف انه ما ينفعش، لكن ده هو ده حل من الحلول الجذريه، ان القطاع الخاص يخش بيدخل بتقله مع القوانين مع تعديلات مع وجود بنوك داعمه عن طريق الناس مباشره، يعني يفرض على الراجل ده بالقروض المعينه اللي الزياده اذا كانت ب 25 او 27 وينزل للمستثمر اللي يخش ب 22 وتزيد النسبه بزياده زي البورصه بس بضمان بنكي. تعملها ازاي؟ في استشاريين بيعملوها في هنا في امريكا مش عارف، لكن اعتقد ان في، لان هو راسماليين هنا بيخترعوا حاجات لا يمكن تخطر على بال بشر، وعشان كده راسماليه في امريكا لا تحكم القوانين الامريكيه لصالح الاسر المتوسطه، لكن راس مال العالي ده اللي وصل لمليارات و158 و200 مليار ليه حاجات يعني تفوق، ويبقى محاسبين واعلى اعلى مستوى والسي بي اي والقوانين الامريكيه المتغيره دي حاجات تانية ما تهمش الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه عارفه القانون العادي، وده اللي انا عايز اعمله في مصر، ان هو احافظ على الطبقه المتوسطه في مصر لان هي دي الدوله المصريه. الطبقه المتوسطه او الطبقه الوسطى في كل انحاء العالم هي عماد الدوله، هي العمود الفقري للدوله. يا رب يكون كلامنا مسموع، ويا رب هذه الحلول فعلا تكون موافقة لسياسات الحكومة وانها تجري بسرعة. وطبعا احنا اشدنا بموضوع الصين والانتاج النيتروجين على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات ب5.6 مليار، دي صفقة رائعة. لو احنا عملنا الصفقات دي 10 أو 15 صفقة بهذا الموضوع مع الصين وغيره والدول التانية، اعتقد ممكن الازمة الدولارية دي تبقى نطيح بيها في خلال شهور، ونرجع تاني ان نسبة التضخم تبقى المعقولة، ونرجع نشوف ايه العيوب اللي في المجتمع بتدر التضخم، ومن ضمنها طبعا يعني تنظيم الاسرة. واتنين ونص مليون بيقولي كده، وانا الاقتصاد بتاعي يعني الاقتصاد بتاعي متقدم، يقول لك يا عم هات 2.5 و3 مليون و4 مليون. انت راجل عندك نمو عالي جدا لكن ما عندكش، وعندك تضخم 40% وبتستقبل كل سنة 2.5 مليون، مش عارف تعمل فيهم ايه. يعني اعتقد يعني دي حاجات اللي هي بيسموها المعضلات يعني قدام اي حكومة، ربنا يحلها من عنده، والعقل المصري يتفتح اكتر ويفهم ان زيادة السكان هي ضده مش ليه. في وقت من الاوقات في السبعينات او الستينات عشان كنا في حالة حرب، فكان طبعا احنا بنحارب بالشباب المصري اللي هو من 19 او 20 سنة لغاية لما نفك تجنيده، فترة تجنيده حتى كان بتبقى على حسب القانون سنة ونص وسنتين وثلاث سنين، وبعد كده في حاجة اسمها استبقى عملوها عشان في استمرار لحالة الحرب، وما كانش في حد بينهي الخدمة العسكرية بتاعته لأن كان دايما محتاجين لأفراد، وعشان كده ما فيش حاجة، كان مع أن كان تنظيم الأسرة وقتها من السبعينيات موجود، لكن ما فيش حد بيسمع لأن كانت الدولة في احتياج لهذا العدد. الآن الدولة بتعفي ناس، يعني كان في لم يصبه الدور أو غيره من الخريجين وخصوصا المؤهلات العليا، إن ما كانش في حد، مش عايزين نجند ناس، هنجيب لهم فلوس حتى منين وفلوس وهدوم منين؟ يعني هيبقوا زيادة وعبء على الجيش المصري من كتر الأعداد. فإحنا لما بنمسك في حاجة بنجيب آخرها ليه ضد الدولة؟ لا، يعني تنظيم الأسرة اللي يستطيع الانجاب يبقى هم اتنين، التالت يبقى بحساب، ولي في قوانين تحد من ده. واللي ما عندوش ممكن نساعده ان هو ينجب واحد او اتنين بالطب والحاجات دي كلها، وده مش وحش يعني، نبقى متوازنين. مش عارف هتبقى ازاي، لا تبقى بقوانين الدولة ومؤسسات الدولة تساعد في هذا، كل مؤسسات الدولة بلا استثناء، المؤسسات المدنية والدينية كله يجب أن يستجيب لمعضلات الدولة. زيادة السكان، نسبة الطلاق أو حلها الرئيس ودار الإفتاء بالطلاق الشفهي لا يقع، ودي حاجة كويسة لأن أسر كتيرة بعد كده هتلاقي الأطفال في الشوارع، وبعدين الملاجئ، وبعدين نخش تاني على الأسرة البديلة وغيره وغيره وغيره، والقوانين اللي احنا عمالين دواخين يلمونا يعني حاجة صعبة قوي. قوانين الأسر البديلة ده يعني ده أبسط أنواع قوانين الكفالة، مش هقول التبني،
احنا ليه نكون ابسط؟ ده احنا اول ناس كنا متحضرين في العالم، والتبني مذكور في كل الاديان. بعض الفقهاء حرموه، وبقول الفقهاء مع احترامي يعني لهؤلاء الفقهاء، لكن دخل تاني بالكفالة وبالأسرة البديلة وعلى مضض. طب ليه يعني احنا ليه دايما عايزين نبقى ضد العالم؟ وما بتكلمش عن دين معين هنا او عن اي حاجة، انا بتكلم عن كله. يعني حتى تبني لائحة 38 واللي ملوش حاجة خالص في لائحة يعني قوانين الأسرة في القانون الجديد اللي بينتظر صدوره للغير المسلمين، فده برضو يعني نوع من التساؤل، ليه ما عندناش تبني؟ طب ليه مش كفالة خاصة بينا احنا؟ يعني احنا الزواج بينا احنا للمسيحيين حالة خاصة، مش كده؟ في الكنيسة، والكنيسة هي اللي بتدي حتى التصريح التاني، مش كده؟ يعني حتى لو أصدر القاضي قرار بأن تلزم الكنيسة، ما توافقش الكنيسة. مش أنا مش يعني أنا مش فاهم، يعني هو قوانين الأحوال الشخصية دي أو الـ 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 القوانين دايما اللي تخص الأسرة، مش عارف يعني هي مؤولة ولا هو الأثار جدل وخبر قديم قوي ان احنا لغينا التبني على لسان الانبا بولا علشان ما نصطدمش بالشريعه الاسلاميه. واحنا ايه اللي يصدمنا بالشريعه الاسلاميه اساسا وانت مسيحي بتتجوز في الكنيسه؟ هل ده يعني انا بتجوز في الكنيسه حسب الشريعه الاسلاميه؟ ما انا بتجوز في مصر، والجواز ده معترف بيه، واللي بيحرر لي الشهاده القس او القمص اللي بيعقد الاكليل، مش كده؟ طب ده ضد الشريعه ولا مع الشريعه؟ احنا دخلنا في مهاترات صعبة جدا، ده دليل على ان القوانين في مصر مش مفسرة صح. وطبعا سيادة المستشار احمد عبده ماهر وقال ان يعني انا افضل القوانين المدنية، كلنا نفضل القوانين المدنية، وانا ما زلت مصر على حاجتين يعلنوا مدنية مصر: نزع خانة الديانة من البطاقة، والزواج المدني. طول ما بنعملش الاتنين دول احنا دولة مدنية مع ايقاف التنفيذ، مش هقول حاجة تانية. وطبعا كل حاجة زي ما احنا شايفينها، والاقتصاد مصر ماشية بتمشي بالاقتصاد العالمي كويس، وسياسة الانفتاح دي ممتازة، وان احنا هنعدي الازمة دي بس على حساب مين؟ على حساب الاسرة المتوسطة؟ ما هو الاغنياء مش هيدفعوا الثمن. الاغنياء اللي عندهم مشاريع واللي عندهم عقارات واللي عندهم حاجات مش هيدفعوا الثمن. هيدفعوا الثمن ليه؟ الدولار بجنيه، هو الذهب بجنيه، الدولار باتنين جنيه، الذهب باتنين جنيه، وهكذا. احنا بنتكلم على الاسر المتوسطه اللي هي اصحاب وظائف او اصحاب مكانات وظيفيه حتى لو في قطاع خاص، يجب الحفاظ عليهم حتى يعني ندي هدنه للناس دي. دي الناس دي كانت 60% من الشعب المصري، وصلت الى مش عارف 40 او 45%، يعني في 15% فقدناهم في خلال 10 سنين. فيعني رايحين على فين؟ وطبعا انا لا الوم الحكومه، لان برضو سياسات الانحصار الاقتصادي اللي حصلت في 30 سنه ايام ما دخلنا الجراج ايام مبارك ليها تاثيرها السلبي حتى الان، لانك انت بتحاول تلحق القطر، بتحاول تلحق القطر في كل حاجه، فده كله على حساب الدوله، قياده وشعب. اوعى تفتكر ان قياده مصر مش بتدفع الثمن، بتدفع الثمن ومش يعني مش قادره، مش عارفه. وسياده الرئيس يقول لك احنا ما كناش فاهمين، ما كناش عارفين، لكن لازم نواجه، لازم نعمل بالشعب المصري. انا يعني هو بيتحدى الدنيا كلها بالشعب المصري، بيكم انتم. فالشعب المصري ده يستحق ان يكون له مجلس نواب يخطط له قوانين تغنيه، تجيب له استثمارات، تجيب له اشغال، ما تجيبلوش تضخم. قوانين عالمية للاستثمار، روشتة واضحة، واضحة في فرنسا، واضحة في انجلترا، واضحة في ايطاليا، واضحة في المانيا، واضحة في امريكا، واضحة حتى في امريكا اللاتينية للدول اللي نجحت. الدول اللي ما نجحتش كلها فساد، ما هي معروفة.
ناس بتتولى السلطه وتحكم وتتحكم في كل راس المال والشعب مش مهم. قوانين يعني بتغب ويعني تجب اي فوائد للطبقه الوسطى. دول منتجه للبترول زي فنزويلا ودول في نفس الوقت الشعب بتاعها فقير جدا. يعني حاجات صعبه. ليه؟ سوء اداره. وسوء الاداره ده جاي منين؟ ان في ناس متسلطه هناك متحكمه في الباقي. يعني انا بقول ان النجاح الاقتصادي حتى كمان لا يعبر عنه بان الدوله دي غنيه او لا. غنيه بمواردها لكن باداراتها هي دوله فاشله. مصر فيها موارد بشريه، ممكن من الممكن ان احنا ننتج موارد بشريه. ازاي يعني؟ اللي احنا نخفف التنظيم. يعني احنا لو نجحنا ان احنا نزيد مليون بس في السنه، اعتقد يبقى في مليون ونص بقى هيضاف الى النمو الاقتصادي. وده يجي ازاي؟ بالتوعيه. والتوعيه بتيجي ازاي؟ نعرف التوعيه بتيجي ازاي بقى. ايه المؤسسات اللي بتوعي الشعب المصري كتوعيه في الطبقه المتوسطه وبتؤثر تاثير فعلي ومباشر؟ اوعى تقول لي مؤسسات الدوله، مؤسستين بس، المسجد والكنيسه. فانت انت متعاون معاهم، ايوه. طب سياساتهم صحيحه؟ يعني تنظيم الاسره بتأيده الكنيسه والازهر، ما بيعلنوش عن ده ليه؟ اي حاجه فيها مصلحه الدوله تعلن في المؤسسات الدينية. ما احنا بطبيعتنا خلاص بقينا شعب بيحب الحاجتين دول، وانا ما عنديش اعتراض طبعا. انا احترم المسجد واحترم الكنيسة، ويعني كل الاحترام للمؤسستين الازهر والكنيسة، ما حدش يقول حاجة عليهم خالص. لكن في نفس الوقت القوى المدنية اللي هي بتتمثل في القوانين، انا برجع لهم مرة واحدة في تكوين القانون، مش في كل مشكلة. في كل مشكلة يبقى انا عندي نقص قانون، وبالتالي بقى في شورتج في العدالة، ودي تنتج نوع من انواع البلبلة. واعتقد ان اي بلبلة حتى لو استفادت منها مؤسسات تانية الى انها في الاخر هي بلبلة بتبلبل افكار الشعب المصري وتحض من تفكيره وبتدوسه على الاخر. وطبعا معروفة طبعا الانتصار لقيم معينة جايز ما يكونش القانون معترف بيها، ودايما ما تبقاش في النور. دي برضو من نوع انواع الفساد اللي موجود. يعني ما ده برضو الحكومة ملهاش يد فيه، لكن هو موجود من زمان. الحفاظ على الطبقة المتوسطة وفلوس الطبقة المتوسطة يجب أن يكون هدف للحكومة. و19 وال22% أعتقد أن لو قابلت أي حد في الشارع المصري هيبقى غير كافي. هناخد الخبر الأولاني، البنك الأهلي ومصر ازدران الحل، وبعدين ناخد بعديه موضوع ترامب، لأنه موضوع حاجة يعني خبر صعب شوية لكنه يحدث. ناخد البنك الاهلي ومصر. بنك الاهلي ومصر يصدران شهادات جديده بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمده 3 سنوات. ده الخبر النهارده بتاريخ يوم الاحد، وكتبه احمد يعقوب عن البنك الاهلي المصري. اعلن البنك الاهلي المصري وبنك مصر عن اصدار شهادتي ادخار لمده 3 سنوات، ويعكسان الرؤيه الايجابيه لانخفاض اسعار الفايده خلال الفتره القادمه، مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الاسواق في ظل المتغيرات الدوليه والمحليه وسياسه البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم. الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريا، والثانية شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا. وده يعني ده طمأننا على أن التضخم هينزل في خلال السنين القادمة، وأنا ما بشككش أبدا
في طموحات الحكومة، ولكن ده نوع من أنواع الطرح اللي ممكن يرضي بعض فئات المجتمع اللي عندهمش أي حاجة في القطاع الخاص ولا غيره، ويحط شهادات ب 22 أو ب 19 على حسب ما هو يشوفها ويحسبها مع نفسه، ودي نوع من أنواع برضو محاربة، يعني حفاظ على القوى الشرائية للفلوس أو للنقود للطبقة المتوسطة أو يعني الأعلى شوية متوسطة في يعني اللي عندهم سيفنج أكتر وهكذا. اللي ما عندوش سيفنج طبعا مش فارقة معاه، لكن هتفرق معاه قضية الأجور، وأعتقد أن الحكومة تصطدم بيها طول ما في تخفيض للجنيه، فهي معادلة الأجور نفسها للتخفيضات اللي بتعملها الحكومة وما زالت، وهتبقى مشكلة في كل الأوقات دايما أن الحكومة هتحلها بالزيادة، ما تقدرش تعمل يعني أقل من كده. نطلع بقى من الأهلي ويطيح بالهلال والبنك الأهلي ومصر والجرعة الاقتصادية اللي دينها لكم، وقلنا فيها الحل إن هو الاقتصاد الحر الخاص بقيادة الدولة بقوانين وشراكة، هو ده الحل الأمثل، لكن النسبة محدودة جدا في مصر، إن هي الآن يمكن تتمثل من 15-20% بس قطاع خاص. احنا عايزينها توصل ل 60%، بس تكون مؤهلة. مؤهلة ازاي؟ بالقوانين، والقوانين تبقى قوانين هادفة لإنتاج صناعات واستثمارات على المدى البعيد في مصر، وأعتقد إن احنا عندنا في ناس ممكن تبيع كويس، بس هي مش تبيع، هي امتيازات علشان احنا نشتري الشركات اللي بره كويس، يعني هي تبادل. انت ما بتبيعش، انت بتدي امتيازات، وانا قلتها في الاول ان الناس في الاول خالص الملك والخديوي كان بيدي امتياز. امتياز يعني ايه؟ يعني الدوله ما بتدفعش حاجه غير انها بتدي بس، تمنح ارض، وهو يعني يبقى في حاجه زي كده، ممكن ان الارض تبقى مؤجره لمده 30 سنه 40 سنه 50 سنه 99 سنه، زي ما شفنا مع قناه السويس، وعملوا القناه وفضلوا علشان تبقى ما تبقاش الحفر وقتها، حتى بوقتها جابوا عمال مصريين، والحفر التقليدي هو اللي كان مرجح لانه كان ارخص وكان اقتصاديا ارخص، ودي ده من الاخطاء اللي وقعوا فيها الحكام، لكنهم انتجوا يعني احسن شركه في مصر ممكن تدر عائد على مدى السنين. يعني دلوقتي قناه السويس هي 100 وكذا سنه، 140 ولا 150 سنه، لكن في الاخر خالص احنا بنقول انها شركه عملاقه. ولما عملنا تفريعة اللي هي تعتبر نص قناة السويس عملها الشعب المصري بالشركات بفلوسه، اي نعم التضخم يمكن لغى المكاسب بتاعت الحاجات دي، لكن يعني هنقول قلنا ازاي البلد تحارب التضخم، وفي نفس الوقت ازاي الانسان يتصرف تصرف حكيم، مصلحتك الاول، لكن لا تخالف القانون. ممكن تشترك في القطاع الخاص، ممكن انك انت تحول فلوسك لذهب او لدولار، بس هتحوله ازاي دولار؟ مفيش دولار في البلد، فتحوله قطاع خاص، دي حاجة ترجع لك انت، معرفش دي تعمل ازاي، لكن في الاخر هي ضد القانون، لان هو مفيش دولار اساسا عشان احول المصري دولار، وانا كل ما بعملها كل ما بزود التضخم، وكل ما بخلي الدولار يعلى اكتر، ودي برضو معضلة الحكومة، على الحكومة أن تحلها. يعني أعتقد من 21 سنة دخلت المصارف، كان يمكن فترة قليلة كمان كان الدولار عادي جدا، كان 3.30 جنيه وقتها، وكنت بشتري دولار عادي، فجأة لقيته اختفى من السوق فجأة. يعني هو ما يعني سنة 2000 وبكلم في 2001، لأن كان في حدث عالمي وقتها، وكانت الدنيا مش عارفين رايحة فين، وفجأة ظهر بقى بأسعار تانية وهكذا. يعني اي حدث عالمي بيؤثر، مش بس في الفترة دي، من زمان. وتحول من 3.30 جنيه اللي بعد كده لخمسة جنيه، وحتى لما جيت ادفع في السفارة الامريكية عملوني على ان الدولار بخمسة جنيه لو هدفع بالمصري، لان كان تعذر وجود الدولار برضو في البنوك المصرية. الكلام ده من كام سنة؟ من 22 سنة. فهي موجودة في مصر من زمان الأزمات، بتتفك وتتنحصر وتنحل، وسياسة الانفتاح وبعدين انغلاق وهكذا، كل حكومة كان بأسلوبها، وحكومات مصر متعددة. يمكن الحكومة دي عايزة تحل حل جذري، نساعدها وتساعدنا، يعني زي ما بنساعدها هي كمان تساعدنا،
انها تحافظ على القوة الشرائية بتاعت فلوسنا دي. تحولها ازاي؟ نحولها ازاي لمشاريع؟ لان البنك نوت انت لو احتفظت بيها فلوس انت بتخسر. واي حد يقول لك احتفظ بيها لا ما تغيرهاش ما تعملهاش يبقى بيضرك. ابسط الايمان او اضعف الايمان زي ما بيقولوا يعني انك تحطها في شهادات. ما هي خسرانه يبقى جيب 19 احسن ما تبقى ايه؟ تخسر خالص. ذهب ما اعرفش اللي عنده يشتري يشتري. دولار اللي عنده تحويلات هو حر. يحطها بالدولار بس يحطها في البنوك المصرية. ما دي برضو مساهمة منه. انه برضو زيادة الدولار. والادخار الدولاري مطلوب برضو. وعشان كده الحكومة مقننة وعمل له نسبة 5% او 5.5% ايا كان. دي برضو من الحاجات اللي ممكن الدولة تعمل فيها زي توعية. بس ما يبقاش توعية ان الدولار هينخفض بكرة ان الدولار اصله هيبقى مش عارف. لا مش عايزين احلام. مش عايزين غير شفافية للمواطن لمصلحته ومصلحة البلد. ما هو 2% دي معناها ايه؟ زيادة تضخم. فانت بتزود الفايدة يبقى في تخفيض للعملة. يعني هتعلنه النهاردة بكرة بعده بعد اسبوع بعد 10 ايام. يعني اعلنوا من غير ضحايا ارجوك. لان في ناس ممكن تشتري الدولار على 42 و43 وبعدين ترجع تعمله ب 37 ولا 38 يبقى هو خسر على المدى القريب. يبقى انت عايز تخسره ليه؟ انت عايز تخسره ليه؟ شوف له حاجة يحط فلوسه فيها 25 27 28. لان الحاجات اللي التانية البديلة ان هو لو خلاها فلوس في ايده والدولار بقى الضعف بعد سنة. ما هو ده حصل من سنة. بقت فلوسه بنص القيمة بتاعت القوة الشرائية. فيعني برضو تبقى موضوع صعب. ندخل على السياسة الأمريكية وبعد كده وجع الدماغ لروسيا وأوكرانيا. احنا عندنا ترامب توجيه التهم لترامب. ترامب ده رجل جمع الريبابليكان وقدر يحصل على 75 مليون صوت. وفي ظل أزمة ان هو مش عايز كمان تصويت بالبريد. يعني هو لو كان عمل تصويت بالبريد وما مشيش ورا شعبويته يمكن كان نجح او كان تعدلت النسبة من 75 مليون ل 90 مليون ونجح برضو. لكن الآن ترامب يتحدى المؤسسات الأمريكية. وأنا أعلنها بصراحة هو لم يدين الاعتداء على الكابيتول اللي هو مبنى مجلس النواب مبنى التشريع مؤسسة عريقة في الولايات المتحدة الأمريكية. هو أخطأ بالفعل وأخطأ سياسيا. ويمكن الحاجة دي اللي هي هتوجه إليه ويسجن دي حاجة من الناس ممكن تاخدها نكتة. انه يعني يبقى الذي يرشح نفسه والريبابليكان طبعا علشان هو عنده شعبية طاغية ولازم يدخلوا الانتخابات ويحقق ال 75 او 80 مليون اللي جايين او ممكن يكسب الانتخابات كمان ويدير البيت الابيض من داخل السجن لو اتحكم عليه. يا نهار السوح ايه ده كل ده. نقرأ الخبر مع بعض. توجيه الاتهام الى ترامب في نيويورك ما يعني وما هي تبعاته. وعلى فكرة كل الخبر ده مترجم من الصحافة الامريكية ووصل مصر فاحنا بنقراه مترجم من اللي وصل الشرق الاوسط. ترامب وكالات. وكالات يعني اغلبه ترجمة. وترجمة بقى عن روسيا اليوم عن الواشنطن بوست عن كوكتيل. يعني هو ترجمة. وجهت هيئة محلفين كبرى في منهاتن لائحة اتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب ليصبح أول شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعمل كقائد أعلى ثم يتهم بارتكاب جريمة. ده كان وفق الحكاية دي اللي عملتها روسيا اليوم. لا تزال لائحة الاتهام مختومة لذا لم يتم الإعلان عن التهمة أو التهم المحددة. ما الذي نعرفه حتى الآن عن قرار الاتهام والخطوات التالية في الإجراءات الجنائية؟ ما هي لائحة الاتهام اللي بتوجه لترامب؟
عندما يتم اتهام شخص ما من قبل هيئة محلفين كبرى فهذا يعني أنه متهم بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر، قالت أنا جي كومنسكي الأستاذة في كلية الحقوق في نيويورك أن لائحة الاتهام هي مجرد طريقة خيالية لقول وثيقة الاتهام أنها قطعة من الورق تحتوي على الشحنات. هيئة المحلفين الكبرى التي تتكون في نيويورك من 23 عضوا من الجمهور والجمهور العادي على فكرة، يعني اللي ملوش خلفية قانونية، تستمع إلى الأدلة من الشهود التي قدمها المدعون على مدى أيام أو أسابيع أو شهور، وفي نهاية هذه العملية يقرر المدعون ما إذا كانوا سيطلبون من المحلفين التصويت على لائحة الاتهام يجب أن تصوت الأغلبية لتوجيه الاتهام إلى شخص. يعني يجتمع المدعون اللي هم النيابة يعني أو تمثيل القضائي بالمحلفون ويشاوروهم اللي هم 23 اللي اختيروا وما عندهمش الخبرات القانونية ولا السياسية، ويقولوا له ده نلقي بالاتهام على ترامب ولا لأ، لو كانوا أغلبية هيجيبوه ويحققوا معاه ويعملوها قضية. تصوت الأغلبية لتوجيه الاتهام إلى الشخص. عملية هيئة المحلفين الكبرى سرية ولا يتم الإعلان عن لائحة الاتهام بشكل عام حتى يتم تقديمها في المحكمة أو في بعض الحالات حتى يمثل أو يمثل المدعي عليه أو يمثل المدعي عليه أمام المحكمة لأول مرة. ما هي القضية؟ يعتقد أن لائحة الاتهام ضد ترامب تشمل دفع مبلغ قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لستورمي دانييلز الممثلة الإباحية لمنعها من مناقشة علاقة غرامية قالت أنها أقامتها مع ترامب قبل 10 سنوات. جايبين له قضية شخصية، دي أول حاجة. الآن بعد أن تم توجيه الاتهام إليها، هل سيتم القبض على ترامب علنا؟ العودة إلى القائمة. نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 مارس أنه سيتم اعتقاله، لكن هذا لن يحدث إذا سلم نفسه طواعية. قال متحدث باسم المدعي العام لمنطقة منهاتن مساء الخميس إن المكتب اتصل بمحامي ترامب لتنسيق تسليمه. الموضوع جد، ويتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة يوم الثلاثاء اللي هو بعد بكرة 4 أبريل الساعة 2:15 من مساء بتوقيت نيويورك. ماذا يحدث بعد تحقيق هيئة المحلفين الكبرى توجيه الاتهام إلى ترامب في نيويورك؟ ما يعني وما هي تبعاته؟ وماذا يحدث بمجرد اعتقاله؟ اعتقاله دي كبيرة قوي، يعني القبض عليه، يعني اعتقاله دي في مصر لكن ما فيش اعتقالات، هو يتقبض عليه بالقانون وان هو يساق الى حتة اللي هي حبس الحريات والحاجات دي كلها زيه زي اي واحد متهم، اسمه السجن الاحتياطي، وده طبعا غير السجن الفيدرالي وغير السجن المشدد وانواع على حسب القانون. مجرد ان يتم احتجاز المشتبه به الذي تم توجيه الاتهام اليه في حجز الشرطة، تقوم الشرطة أو غيرها من مسؤولي إنفاذ القانون بمعالجته خلف أبواب مغلقة وأخذ البصمات. العملية متطابقة سواء تم القبض على الشخص أو وافق بمحض إرادته أو تفاوض من خلال المحامين على تسليم نفسه أو الإجراء للمحكمة بعد الاعتقال أو القبض عليه يعني أو الاستسلام. سيكون جلسة استماع للمحاكمة في قاعة محكمة في منهاتن في المحاكمة. سيحدد القاضي ما إذا كان ترامب سيحتاج إلى دفع كفالة أو الالتزام بقيود معينة في انتظار المحاكمة، أو ما إذا كان يمكن الإفراج عنه بدون كفالة أو قيود، وهو ما يعرف بإطلاق سراحه بناء على تعهد شخصي من المرجح أن يرافق وكيل الخدمة السرية الخاص المسؤول عن التفاصيل الأمنية لترامب اللي هو اسمه شون كوران أو نائب كوران ترامب شخصيا عندما يتم تحضيره ويمثل أمام المحكمة. من هو المدعي العام الذي وجه التهم إلى ترامب؟ تم انتخاب المدعي العام لمقاطعة نيويورك ألفين براغ وهو ديمقراطي للأسف، يعني هم عايزين يمنعوا ترشيحه بأي وسيلة كمدعي عام في منهاتن في نوفمبر 2021 وهو مدعي اتحادي سابق في مكتب المدعي العام في نيويورك
أين سيتابع ترامب بمجرد أن يسلم نفسه؟ عادة ما يتم التعامل مع المتهمين في مخافر الشرطة يعني، ولكن ليس من غير المألوف أن تتم متابعتهم من مكتب المدعي العام إذا استسلموا بعد لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى. هل يمكن أن يذهب ترامب إلى السجن؟ دي الأسئلة المطروحة. هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس حتى في أمريكا هنا وحتى المحطات. الجواب هو أن ذلك يعتمد ليس فقط على ما هو متهم به بالطبع، ولكن أيضا على ما إذا كان هناك أي شيء أدين به في النهاية. يعني هو الاتهام هيدفع كفالة ولا لا؟ احنا في المرحلة الأولى اللي هو توجيه الاتهام لسه ما حصلتش. لو وجه الاتهام هيحضر يوم الثلاث، لو هيحضر بكفالة ولا يبقى في الاسم برضو لسه يكررها القاضي. لكن دي أسئلة المجتمع الأمريكي كله يعني بيحب الحاجات دي، ويحب أول حاجة وأول حاجة وأول حاجة، ودي حاجة صعبة قوي يعني، يعني محبة صعبة قوي ان يبقى في رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يدير الرئاسة من السجن. والتهمة له لو هو شخصية عادية لن توجه إليه هذه التهمة إلا مثلا يعني ويخرج منها بكفالة ولا حاجة زي المشاهير يعني. لكن هو كذب، يعتبر كذب على الشعب الأمريكي، لأن هم كانوا عايزين يفتحوا هذه العلاقة وهو دفع فلوس فرشا، فطالما رشا يبقى فيه رشا يعني قدم رشوة. لما المحامين بتوعه طبعا ومديرين أعماله هم اللي عملوا الكلام ده، ده اللي بي 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 بيقولوه بعض الصحفيين. لكن في الاخر خالص هو كل التخمينات دي اللي بتتقال وهو يحكم من داخل السجن، وهل القانون الامريكي ينفع؟ طب هو لو من داخل السجن طب الحرس بتاعه يبقى فين؟ الـ 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 الامضاءات بتاعته تبقى ازاي؟ هل هيبقى بالوكيل والنائب علشان يبقى مفضي دماغه؟ ولو الحكم سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا اربعة يعني هتبقى برضو مشكلة ومعضلة. احنا امام جدال، وهم بيلهوا برضو يعني بيحب ويلهوا الصحافة بتلهوا في موضوع القوانين. لكن اللي عجبني في الموضوع انه يمثل امام المحكمة وكان رئيسا سابقا. هل امريكا ممكن تعمل ده؟ اه ممكن تعمله بسهلة، ان القانون هنا ما فيش حد يكبر على القانون خالص، وعندنا ادارتين للحزبين بمواقعهم في امريكا يقدروا يحكموا. على فكرة المحكمة الدستورية قوامها واغلبيتها ريبابليكان ولا تعترض، القضاء مستقل تماما، والشرطة حتى ان كانت في نيويورك ديمقراط وفي بعض الحتة التانية ريبابليكان لا تعترض. انسان مخالف ايا كان هو مركزه ايه، خالف للقانون ويتهم ويحكم عليه من قبل القاضي يحترمه جدا الشعب الامريكي. هل ده يحدث؟ ممكن. لا، وكمان ممكن يتحبس. اه ممكن. بس الحالة دي بقى سياسيا هل يستغل هذا الشعبوية تستمر بهذه العشوائية ويستمر فيها الحزب الذي يعني افتخر ان انا يعني اكون يعني مش عارف اقول ايه، انا بحب الريبابليكان قوي وانا ما اقدرش اكون مع الديمقراط. الريبابليكان هنا هما يعني عماد الاقتصاد الامريكي والحياة الامريكية، وما اقدرش ان انا ما اقولش ان انا، لكن انا في خلاف بيني لو ترشح ترامب انا مش هايده، لانه عايز ينسف المؤسسات الامريكية، وده صعب جدا على اي واحد بيحب امريكا انه يعيش في خيالات ترامب. ترامب ممكن انه يعني عادي جدا ينهي الحرب الروسية لاخد اوكرانيا عادي جدا، ويطيح مثلا بالاتفاق الاوروبي الامريكي يقول لهم انا اعوضكم حاجة تانية ونجيب بوتين ونقعده. لا، الكلام يعني هو لا يصح الا الصحيح، لازم يبقى ريبابليكان وديمقراط. حقوق الانسان يبقى ريبابليكان وديمقراط، الحقوق السياسيه للعالم كله ريبابليكان وديمقراط، ولازم يبقوا متفقين معاها. انا ساعات بتفق مع الديمقراط في حاجات كتير جدا جدا لانها بتحزو حزو الانسانيه عموما، واختلف وليه حق الاختلاف، ومع الريبابليكان
اختلف كثيرا معهم ومتفق مع سياساتهم العامة، لانها تخدم المواطن الامريكي وتخدم الشعب الامريكي وتخدم امريكا. انما انها تحط من امريكا او تنزل من الشعب الامريكي او يبقى رئيسنا موجود في السجن، دي حاجة برضو يعني مهزلة. هي على انها ديمقراطية وقوانين تسمح، لانه في الاخر يعني ليه؟ هو انا ما عنديش غير ترامب؟ هو انا لم ننتج غير ترامب؟ يعني شعبويا انت ما تطلع ناس، طلع ناس ويخطبوا في الناس شعبويا ولا غيره من الريبابليك، ما انت عندك وفي ناس فعلا ممكن تعدي لك الأزمة حتى لو خسرت الانتخابات، لكن لا تخسر نفسك. ونطلع ناس ممكن ان هو تهد أمريكا على اللي فيها، أو على الأقل يبقى متسيد العالم كله بطريقة ديكتاتورية صعبة المنال يعني، وإنه بيضغي على كل المؤسسات، ودي برضو شعور صعب لأي أمريكي. ومع ذلك هو وضع ترامب في هذا الوضع الصعب يمكن عشان يتراجع، يمكن أنا أعتقد لو هو تراجع عن كل ده ولا حد هيجيب سيرته نهائي خالص، إنما هو داخل على المنصب الرئيسي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدير كل المؤسسات وطبعا بقوة الرئاسة في العالم كله، وحضرتكم عارفين يعني. ما في ناس كتيرة لغاية دلوقتي بتحب الشعبويين، شعبوي، خطابه شعبوي تلقائي، ما بيقراش من ورقة. طب ما يا سيدي ما بيغلط كتير وبيقول حاجات غلط كتير، وكان بيحارب كورونا وجاله كورونا. هو سرع في انتاج العقار ماشي، بس يعني ما خدش احتياط لنفسه. لما الصين قالت ان احنا عندنا فيروس وهو كان يعلم بفيروس كورونا، ما قفلش من اللحظة الاولى، قفل مع الصين واوروبا. ولو قفل على امريكا بس اعتقد ما كانش المرض انتشر بهذا الانتشار، وامريكا دفعت ثمن غالي جدا، ملايين الناس ماتت بكورونا. طبعا من حظ بايدن ان بقى في فاكسين وبقى في مفيش وفيات وبقت الدنيا بيس شويه، لكن وده ناتج اعمال ترامب وكله. لكن الاعلان عن ان احنا نحارب، رغم ان انا يعني عايز اقول ان كان المستشار الاول في الصحه على مستوى امريكا كان ديمقراط واستمر، وبعد كده ضربت بقراراته عرض الحائط لما بايدن مسك، وابتدوا فعلا يحطوا استشاريين على يعني درجة علمية أعلى ودرجة اهتمام أعلى بالمواطنين يعني. طبعا يعني انتاج الحاجات الطبية لما كنا بنعتمد على الصين أيام ترامب، أعلن إن هو لازم الشركات دي تفتح تاني، فبقت في شركات أمريكية بتنتج هذا، بقى في ثراء الآن، في ثراء في الأدوات الطبية اللي كنا في بدايات كورونا كان المجتمع الأمريكي في احتياج ليها، ودي كانت تعتبر يعني من الحاجات السلبيات اللي كانت موجودة، والاعتماد على إنتاجيات الغير طول ما هم بينتجوا بأرخص ثمن. ترامب معضلة في السياسة الأمريكية يجب أن تنتهي لصالح أمريكا والعالم. الشعبوية لن تدير العالم مرة أخرى، وما أعتقدش أن ترامب ممكن يجي مرة تانية إلا إذا كان في السجن. يعني معناه قراراته هتبقى محكومة، يعني مش هتطلع، هتبقى من خارج السجن هو المتحكم في هذه القرارات وتبييضها وتبيينها. وده إحنا ليه نلجأ له يعني؟ مش عارف يعني، حاجات صعبة. نشوف بقى روسيا وأوكرانيا، وإحنا البنتاجون هنا البيت الأبيض ليه إعلان، والبنتاجون ليهم إعلانين. وزير خارجية أوكرانيا بيقول إيه في الأسبوع؟ البيت الأبيض بيقول لا توجد سبل قانونية لحرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وده واضح أن أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي بيضحوا بروسيا، هي ما زالت بتحتفظ بمكانتها، وكل الموضوع هي بتعلن عن حرب، هم بيعلنوا عن عقوبات اقتصادية، وفي الآخر لازم هيصلوا إلى اتفاق،
وده واضح جدا انهم مش عايزين لا يضحوا الا بروسيا كدولة متفوقة في الانتاج وغيره، واضح من القرارات وحتى التعاملات، وان الخط الساخن موجود بين روسيا وامريكا حتى هذه اللحظة. نقرأ الخبر نفسه، ده صورة من أرشيفية البيت الأبيض. صرحت سكرتيرة الصحفية البيت الأبيض كارين جان بيير بأن الإدارة الأمريكية لا ترى أي طرق قانونية دولية ممكنة لحرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. وقال جان بيير ردا على سؤال يتعلق بفترة رئاسة روسيا القادمة لمجلس الأمن في أبريل المقبل، وقد حدث بالفعل لسوء الحظ روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا توجد طرق قانونية دولية حقيقية لتغيير هذا الوضع، هذا ما نعيش معه في الوقت الحالي. وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بقدر ما هو غير صار أن نرى روسيا تترأس مجلس الأمن، فإن الحقيقة هي أن هذا موقف رمزي إلى حد كبير يتم تسليمه شهرا بعد شهر إلى أعضاء مجلس الأمن حسب الترتيب الأبجدي، وهذا ما سنشهده في أبريل. وستترأس الولايات المتحدة مجلس الأمن في أغسطس 2023، ويتكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا منهم 5 دائمون، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتولى كل عضو رئاسة المجلس بالتناوب لمدة شهر واحد وفقا للترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية. تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارا من السبت خلفا لموزمبيق. يعني موزمبيق كانت رئيسة مجلس الأمن، عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. فروسيا هي ده المنصب الشرفي اللي بتتناوله، لكن الخمسة الدائمين هم دول اللي بيحكموا العالم، سياسات أمنية متوافقة ومتزنة ومتعادلة. وأيضا يعني مش عايز اتكلم واقول ان مفيش تفوق على احد من الاخر، وده اللي بيبان حتى في بعض التصريحات. هنشوف البنتاغون بيقول ايه على الحرب الاوكرانية. بيقول ان الولايات المتحدة ضربت اكثر من 7000 جندي اوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا، والخبر ده بتاريخ يوم الجمعة 31. باتريك رايدر ومن الوكالات الأنباء اللي بتتحدث باسم العسكرية يعني المخابرات في أي مكان، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باتريك رايدر أن القوات الأمريكية دربت أكثر من 7000 جندي أوكراني منذ أن هاجمت روسيا البلاد لأول مرة العام الماضي. وأضاف المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات للصحفيين بحسب صحيفة The Hill الأمريكية أنه من بين هؤلاء الجنود 65 أوكرانيا أكملوا تدريبهم على نظام الدفاع الجوي باتريوت في فورت سيل أوكلاهوما وعادوا إلى أوروبا هذا الأسبوع. وتابع أيضا رايدر أن أكثر من 4000 جندي أوكراني في لوائين سيكملون تدريبا مشتركا على الأسلحة في ألمانيا مع مجموعة واحدة مجهزة بمركبات برادلي القتالية وواحدة بمركبات سترايكر، قائلا يجري حاليا تدريب إضافي على الأسلحة المشتركة في مناطق تدريب جرافن هور وهونفليس في ألمانيا مع كتيبتين مشاة آليتين تتكونان من 1200 فرد من القوات المسلحة الأوكرانية. وقال أن 3000 جندي أوكراني آخرين أنهوا تدريبهم على التشغيل والصيانة على أكثر من 20 نظاما تم التبرع به منذ أبريل 22، وهو برنامج مستمر. إجمالا تقوم الولايات المتحدة وشركائها في التحالف حاليا بتدريب أكثر من 11000 جندي أوكراني في 26 دولة مختلفة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم التدريب والعمل عن كثب مع حلفائها وشركائها لضمان حصول الشعب الأوكراني على المساعدة الأمنية التي يحتاجها للدفاع عن بلاده وصد الهجوم الروسي. وصلت القوات الأوكرانية لأول مرة إلى فورت سيل في يناير لبدء التدريب على نظام صواريخ باتريوت في نسخة مكثفة من الدورة التي تستغرق عادة ما يصل إلى عام لتعلمها. وستتمكن القوات الأوكرانية الآن من تشغيل أنظمة باتريوت التي وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على شحنها إلى البلاد في ديسمبر، بالإضافة إلى بطارية باتريوت ألمانيا التي التزمت بإرسالها من مخزونها الخاص ضد للدفاعات الأرضية. في كمان البنتاغون عنده بيقول ايه، يعني بيقول ان برغم كل هذه المساعدات يعني ان اوكرانيا مش هتقدر تهزم روسيا وترجع الحاجات اللي هي احتلت هذا العام. معنى كده ان الحرب مستمرة. رئيس هيئة الاركان المشتركة البنتاغون، اوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا هذا العام. عناصر من الجيش الاوكراني، دي ارشيفية موجودة
والجيش الاوكراني ده بقى عدده غير محتمل وهيبقى من اقوى جيوش العالم فيما بعد، لانه بيتدرب تحت وطئه الموت والدمار والحاجات صعبه جدا. صرح رئيس هيئه الاركان المشتركه البنتاجون مارك ميلي بان القوات الاوكرانيه لن تكون قادره على استعاده الاراضي بالكامل لروسيا هذا العام، وقال في مقابله انه لا اعتقد انه سيتم القيام بديفنس وان مع موقع في اي وقت قريب هذا العام. ووفقا للجنرال الامريكي، قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي ان القوات الاوكرانيه تخطط لاحتلال جميع المناطق على طول حدود عام 91، واشار الضابط الى انه هذه مهمه عسكريه جاده وصعبه للغايه. وفي الاسبوع الماضي وصف ميلي الذي كان يتحدث في الكونغرس الامريكي رغبه زيلينسكي في اعاده شبه جزيره القرم بانها متطرفه، كما شدد على ان واشنطن ليست في حالة حرب مع روسيا ولكنها فقط تساعد أوكرانيا في القتال من أجل وحدة أراضيها. كلام واضح، ويعني إذا كانت أوكرانيا إحنا بنساعدها علشان تسترد الأجزاء اللي هي قبل فبراير 22 مش عشان القرم، دي خلاص تسليم حاصل، وده نوع من أنواع تسهيل عشان يقعدوا مع بعض. لو روسيا استمرت يبقى السنة دي أوكرانيا مش تعمل حاجة غير هي دفاعات أرضية، وإحنا هنستمر في التدريب. روسيا كل الاحترام لها، هي عضو دائم في مجلس الامن، وايضا هي رئاسة مجلس الامن بترأسها من اول ابريل. اخر حاجة، وزير خارجية اوكرانيا رئاسة روسيا لمجلس الامن، وده بينادي الامن كله، يعني عايز ياخد موقف سياسي من روسيا للعالم كله، واعتقد انه ما هيفشل فيه، لان الخمسه الكبار في الامن مش ممكن، يعني موزمبيق تبقى رئاسه المجلس وروسيا، يعني برضو الوضع يعني عايز تغيير قوانين وغيره. بس عشان كده هو بيعلن ده على الملء من المجتمع الدولي، وبيقول ان هو عار على المجتمع الدولي. نشوف هنا كده، وزير خارجيه اوكرانيا رئاسه روسيا لمجلس الامن صفعه على وجه المجتمع الدولي. ده كان يوم السبت، مجلس الامن الدولي، دي صوره ارشيفيه له يعني، وطبعا بتتنقل عن طريق وكالات الانباء والمخابرات في كل الدول. قال وزير الخارجيه الاوكراني ديمتريو كوليبا اليوم السبت يعني، ان رئاسه روسيا لمجلس الامن الدولي خلال شهر ابريل الجاري تعد صفعه على وجه المجتمع الدولي. وحث كولومبيا او حث ايه كوليبا في تغريده على موقع التدوينات القصيره تويتر أعضاء مجلس الأمن الحاليين على إحباط أي محاولة روسية لإساءة استخدام رئاستها. يشار يعني هو أكتر من كده إيه، ما الحرب مستمرة. يشار إلى أن روسيا تتولى خلال شهر أبريل الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي. وفي ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي في أن بلادي طلبت من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز روسماك تصنعها بترخيص من فنلندا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دون أن يحدد قيمة العقد. وأضاف أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال لميت رسوماك سيتم تصنيعها في فنلندا. حقيقة يعني بهذا الخبر احنا كده بننهي حلقتنا، لكن عايز أقول حاجة، إن كل السبل، مفيش حرب بتحل موقف احتلالي او تحرير خالص. حتى الحرب العالمية التانية هي ممكن نقعد على الاجتماعات ونقعد على الترابيزة بتاعت الاجتماعات بعد كده نقول كله، يعني حتى ألمانيا حلت واليابان كله بالاجتماعات في الاخر بعد الحرب العالمية التانية. يعني الحرب ما عملتش، السياسة هي اللي بتعمل. روسيا هتقعد على ترابيزة الاجتماعات إن آجلا أو عاجلا، زي ما أمريكا هتقعد برضو نفس الوضع، زي ما الصين هتقعد، زي ما أوكرانيا هتقعد. لكن هي كل واحد بيحضر يكسب إيه من خلال الاجتماع. لكن هي القضية ستحل سياسيا، الحرب لن تضع حلا لهذه القضية. لكن ممكن أن بالحرب تضع مكاسب، أو يتصورها الروس أنها مكاسب، ويتصورها الأوكران أنها مكاسب، لكن في الآخر لازم يقعدوا الاثنين ولازم يتفقوا. أوكرانيا عايزة إيه؟ عايزة دولة مستقلة عن روسيا، وضحت تماما، وما فيش حد يعني أكتر من التدمير اللي موجود في أوكرانيا هذا، يعني هذا قدره. والشعب الأوكراني تحمل معاناة لم يتحملها شعب بأكمله
مهدد في كل منطقة من بقاع أرضه على أنه يتدمر. المكسب الوحيد اللي ممكن تاخده أوكرانيا من هذه اللي هو أنه يبقى جيش معد للدفاع عن أوكرانيا زي أي دولة ما بتتعرض للحروب. وإحنا جربنا في مصر هنا من 56 و67 و73 لنصبح أقوى جيش في المنطقة، رغم ان احنا ما عندناش الامكانيات احنا نسلح نفسنا، لكن احنا مجبرين على ان احنا يبقى عندنا جيش، والجيش المصري فخر لينا. هم برضو في اوكرانيا هيعملوا كده، وفي امريكا على فكرة هي جيش الاول برضو، وكان في حرب اهلية طاحنة، واللي يقرأ كتير في التاريخ الامريكي يعرف ان عيد الانتصار هو الاستقلال، وكمان ان انهاء الحرب الأهلية بدستور أمريكي وإنهاء العنصرية بقوانين مجحفة، كل ده كان له تمن، لكن مر وعلت أمريكا فوق جراحات كل الفئات، وفي الآخر خالص بيت أمريكا لكل الأمريكيين، بيض وسود وأديان متعددة زي ما أنت عايز. أمريكا من كل دول العالم موجودين، أرمن موجودين، سعوديين موجودين، يمن موجودين، مصريين موجودين، روس موجودين، روس، أتراك موجودين، يونانيين موجودين، إيطاليين موجودين، ألمان موجودين، ما فيش جنسية مش موجودة في أمريكا، كلها موجودة. وطبعا الأغلبية لاتين أمريكا، يعني ده لنا الفخر. والصين طبعا، الصين موجودة، واليابان موجودة، وكوريا موجودة، كلهم بنعملهم يوميا، بنقول عليهم شخصيات أمريكية خالص لا ينتمون إلى الأصوليات بتاعتهم، لأن القوانين هنا تقول أنت شخص أمريكي أو لا. Are you American يعني American citizen ولا أنت مقيم يعني resident بس، وده ممكن السؤال اللي يوجه في الأوراق فقط، ما حدش بيقول لك عفوا الإثنية العرقية ممكن أنها تكتب لمجرد بس بيانات ياخدوها علشان يقولوا احنا عندنا من الاثنيات العرقية من الصين كذا، يعني حاجة في التعداد، ودي اوبشن يعني اوبشن لي، يعني حاجة ممكن تقولها وحاجة ما تقولهاش، يعني براحتك، يعني زي ما حتى الدين هو اختياري هنا، ممكن تقول ديانتك وممكن تقول لا في الحاجات اللي هي زي شهادات الميلاد وغيره وغيره، براحتك خالص يعني. وعشان كده هي دولة مدنية بكل المقاييس، ما ملهاش دعوة هي انت مخالف للقانون، ملوش دعوة انت كوري انت مصري انت يهودي انت بوذي انت مسيحي انت مسلم، ملوش دعوة بالكلام ده. هو ليه انت كشخص انت مخالف ولا لا، بيتعامل معك بروح القانون لو انت شاف عندك في حاجة انسانية ملحة خليتك تاخدها دي، يعني مثلا كسر الاشارة او كسر الخط بتاع الكاربول، لو انت في بتتفادى حادثة ممكن يسامحك فيها، ممكن اقول له في عربية كانت داخلة عليا وانا اضطريت ان انا اخش وقتها وكانت هتعمل معايا حادثة او كانت هتخبطني فانا كنت بهرب في وقتها يعني، وممكن يتحققوا من هذا لان اغلب الطرق مدارة بالكاميرات. لكن في الاخر خالص لا يصح الا الصحيح، وهو الالتزام بالقانون وطواعية الكل سواء امام القانون. نرجو يعني حلولا اقتصادية رائعة نتمناها للدولة المصرية، واعتقد انها قادرة عليها، وان الازمة بتصنع المجتمعات بتصنع الدول، ويا رب ما يبقاش فيها حاجات اجراءات بس وعشوائيات، تبقى الحاجة جذرية، والحفاظ على اموال مدخرات الناس برضو لازم تبقى في الحسبان، مش مصلحة الدولة فقط لكن مصلحة الناس كمان، لأن مصلحة الفرد بتصب في مصلحة الدولة في الآخر. إلى أن نلقاكم يمكن الأسبوع اللي جاي هيبقى حد الزعف وحد العيد، مش هيبقى فيه حلقات، هيبقى فيه أسبوع الألام. كل سنة وحضراتكم طيبين، نلتقي بعد العيد إن شاء الله في حوار ورسالة. إلى أن نلتقي، لكم من قناة سيسات أجمل أمنيات بالسعادة.